بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج سهرة مع. النهاردة هيكون حلقة مختلفة، حلقة هنعمل فيها كل كواليس ما يحدث غدا إن شاء الله، لأن طبعا زي ما حضراتكم عارفين بكرة إن شاء الله مباراة هامة جدا، مباراة النادي الأهلي ونادي النجم الساحلي. هنتكلم كتير عن هذه المباراة، الصحافة المصرية ماذا تقول مع أحد النقاد الرياضيين الكبار وواحد من النجوم في عالم النقد الرياضي الأستاذ إيهاب الخطيب. هيكون أيضا معانا الأستاذ الإعلامي التونسي أنيس بن عمر، هنتكلم معاه عن الصحافة التونسية ماذا تقول عن مباراة الغد ونسب التأهل هنا ونسب التأهل هنا. هنتكلم في كل ما يخص الصحافة المصرية والصحافة التونسية مع اثنين من النجوم الكبار زي ما قلت لحضراتكم، الأستاذ إيهاب الخطيب والأستاذ أنيس بن عمر. أيضا في الفقرة الثانية هيكون معانا ثلاثة من النجوم الكبار، هنشتغل شوية بقى على النواحي التحليلية، هيكون أكتر على النجم الساحلي، إزاي بكرة فايلر هيلعب، هنتكلم في أمور كثيرة جدا تخص النواحي الفنية في هذه المباراة. ولكن الحقيقة قبل بس ما أبدأ كلامي، قعدت النهاردة وأنا بتكلم مع حضراتكم طول النهار النهاردة، كنت قاعد بشوف الفيسبوك وبشوف الأخبار إيه والدنيا والناس، الناس اللي على السوشيال ميديا بيكتبوا إيه، الأهلوية وغير الأهلوية الحقيقة اللي ما بيشجعوش النادي الأهلي برضو، عايز أعرف الناس بتكتب بتقول إيه. والحقيقة النهاردة اللي لفت نظري إن بعد المباراة أو بعد نهاية مباراة الهلال وبلاتينيوم اللي كانت في زيمبابوي وفوز نادي الهلال بهدف مقابل لا شيء، الناس كلها قالت لك إيه؟ يا جماعة الوضع بقى صعب جدا، يا جماعة الوضع بقى صعب وخطر وموضوع إن الأهلي يكسب ده صعب ومش صعب، كلام من هذا القبيل، كلام كله كلام محبط. وطبعا أنا متأكد إن كل اللي كاتبين هذا الكلام هم من لا يشجع النادي الأهلي أو ينتموا لأندية أخرى ما بتشجعش النادي الأهلي، إن أنا أعلم تماما أن جمهور النادي الأهلي لا يضع في حساباته شيء إلا إن هو أي مباراة بتلعبها النادي الأهلي بيلعبها بيبقى عايز يكسب المباراة. فقعدت أفكر الحقيقة، طيب هي الناس اللي بتتكلم وبتقول مثلا لو الأهلي كسب بلاتينيوم كانت الموضوع بقى أسهل، مفيش حاجة اسمها كده يا جماعة. الناس اللي بتقول كده ناس مش عارفة الموضوع ماشي إزاي، ناس مش شايفة الموضوع ماشي إزاي. لو الأهلي كان كسب بلاتينيوم كان الأهلي دلوقتي زمانه عنده 9 نقاط والهلال عنده 9 نقاط بعد نتيجة النهاردة والنجم عنده 9 نقاط. خلينا نمشي مع حضراتكم او للناس اللي كانت كاتبه هذا الكلام، خلينا نمشي مع حضراتكم للاخر. الاهلي كسب النجم بكره ان شاء الله بقى عنده 12 نقطه والهلال انا اسف الاهلي هيبقى عنده 9 نقاط وقبل مباراه بكره، ويكسب مباراه بكره هيبقى عنده 12 نقطه، وبالتالي هننتظر مباراة الهلال والأهلي في آخر مباراة. يعني إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده يا عم إسلام؟ هقول لحضراتكم، إحنا دلوقتي نادي الأهلي عنده 7 نقاط، عنده 7 نقاط، على اعتبار إن هو هيكسب أو كسب مباراة بلاتينيوم كان زمان هيبقى عنده كام دلوقتي؟ 9 نقاط، لأن هتشيل النقطة اللي هي بدل ما تقول 7 نقاط اللي هي نقطة التعادل هيبقوا كان عنده 6 ويكسب المباراة يبقى عنده 9 نقاط. طيب هيبقى هو 9، نادي الأهلي 9 نقاط، نادي الهلال السوداني بعد نتيجة النهاردة هيبقى عنده 9 نقاط، نادي النجم الساحلي هيبقى عنده 9 نقاط. طلع بلاتينيوم بره الموضوع، عندك مباراة بكرة مع النجم الساحلي إن شاء الله نادي الأهلي يكسب هذه المباراة يبقى عنده 12 نقطة، ده على اعتبار أن النادي الأهلي كسب بلاتينيوم، خلاص يبقى النادي الأهلي هيوصل ل 12 نقطة، ونادي الهلال عنده 9 نقاط. لو نادي الهلال كسب اخر مباراه الاهلي في السودان 1-0 يبقى الهلال هو اللي يصعد تاني مع النجم الساحلي، لان النجم الساحلي هيكسب بلاتينيوم او هيتعادل فخلاص هيوصل النجم الساحلي هيوصل. فالناس بس اللي بتتكلم بهذا الشكل وبهذا الموضوع لازم تعرف ان الكلام اللي بتقوله ده كلام مش مظبوط. كده كده النادي الاهلي كان محتاج 4 نقاط في اخر مباراتين، 3 نقاط في النجم او نقطه في النجم و3 نقاط في الهلال، مباراه الهلال السوداني، او النادي الاهلي يكسب المباراتين ويصعد كاول عن هذه المجموعه. انا بس بوري حضراتكم ان مش مباراه واحده هي اللي هتفرق، لا هي المجموعه دي صعبه، المجموعه دي نتائجها عكس بعض، يعني كل حاجه انت متوقعها، يعني انت متوقع
الهلال يتغلب من النجم الساحلي في النجم الساحلي. الهلال كسب النجم الساحلي في النجم الساحلي. خلاص؟ فقلب المجموعة، خلاص توقعنا إن الهلال هيكسب النجم الساحلي في السودان. لا، العكس اللي حصل، النجم الساحلي كسب الهلال في السودان. وبالتالي المجموعة متشابكة للغاية، حتى لو النادي الأهلي كان كسب بلاتينيوم كنت محتاج على الأقل نقطة من مباراة الهلال. كده كده كنت هتروح مباراة الهلال يا إما هو يكسب ويصعد، يا إما أنت تكسب أو تتعادل وتصعد. فالحقيقة الكلام اللي بيدور في هذا الموضوع هو كلام محبط ولا يدعو للتفاؤل من بعض من لا يشجع النادي الأهلي، ولكن كل جمهور النادي، أنا بنظر بقى ببص هنا وببص هنا. لما باجي ببص بقى على جمهور النادي الأهلي ووقفته وتفاؤله الكبير، اللي هو يقول لك يا جماعة مش فارقة معانا مباراة الهلال والبلاتينيوم، لأنه في النهاية أنت محتاج 4 نقاط على الأقل. على الأقل 3 نقاط بكرة ونقطة يوم الهلال، 3 نقاط بكرة ويوم الهلال 3 نقاط تانية، بكرة نقطة ويوم الهلال 3 نقاط. المهم أن أنت محتاج على الأقل 4 نقاط من الـ6 نقاط القادمة. فعشان كده أنا بقول لحضراتكم خلينا نتفائل وخلينا نبص للموضوع بشكل أحسن. النادي الأهلي أفضل في كل شيء، النادي الأهلي أفضل من النجم الساحلي، أفضل من النجم الساحلي فنيا بشكل كبير. النادي الأهلي أفضل من نادي الهلال، أفضل من نادي الهلال بشكل كبير وبشكل واضح. محتاجين بس إن اللعيبة تكون مركزة في مباراة بكرة، إن شاء الله هتكسب، وإن شاء الله إن شاء الله هنكسب ومكسب كويس. محتاج تركز في مباراة الهلال، هتكسب وبتكسب مكسب كويس إن شاء الله. لكن لو مش مركز خلاص، لا تلومن إلا نفسك، لا تلومن إلا نفسك. أنت عندك بكرة مباراة، أنا بكلم هنا اللاعبين، أنت عندك بكرة مباراة هامة جدا. مش محتاج إن أنت تبقى مضغوط، مش محتاج إن أنت تبقى متوتر، مش محتاج إن أنت تبقى بتضيع فرص، لا. طبعا تبقى مركز فقط، مركز في المباراة طوال 90 دقيقة، وعندك جمهور إن شاء الله بكرة هيبقى فيه على الأقل 10,000 متفرج. 10,000 متفرج اللي موجودين، وبرضو دي رسالة أخرى للاعبين، من أول دقيقة لغاية لما الحكم يصفر الجمهور ده واقف وراك، لأن ده جمهور النادي الأهلي، هو ده جمهور النادي الأهلي، وهي دي الطريقة اللي بيتعامل بيها جمهور النادي الأهلي في مثل هذه المباريات. من أول دقيقة لغاية لما الحكم يصفر، لا، جمهور الأهلي هيقف وراك وهيشجعك وهيؤازر الفريق. هو ده اللي احنا متعودينه من جمهور النادي الأهلي، وهو ده اللي احنا دايما بنشوفه من جمهور النادي الأهلي. فعشان كده أنا بقول لحضراتكم لا شيء يدعو للقلق، هي مباراة بكرة إن شاء الله، مباراة في كرة القدم إن شاء الله الأهلي يستطيع. لو ما نيجي نتكلم فنيا، الفارق الفني واضح للنادي الأهلي، ولكن هي كرة قدم، ما تعرفش إيه اللي ممكن يحصل. على كل اللاعبين وعلى الجهاز الفني بذل أقصى مجهود، أقصى مجهود يقدروا يعملوه علشان يقدروا يكسبوا المباراة. ولكن في النهاية كرة القدم زي ما اتكلمت دايما وبتكلم مع حضراتكم، كرة القدم 3 نتائج، كرة القدم 3 نتائج، مكسب وتعادل وخسارة. النادي الأهلي يسعى دائما للمكسب، ولكن انت في نفس الوقت انت بكرة بتلعب فريق كبير، فريق من الفرق الأفريقية الكبيرة جدا، فريق النجم الساحلي. فان شاء الله نشوف مباراة حلوة ما بين الفريقين، ان شاء الله ان شاء الله يستطيع النادي الأهلي ان يفوز في هذه المباراة، لانه زي ما قلت لحضراتكم هناك اشياء كثيرة. النادي الأهلي افضل فنيا من النجم الساحلي بشكل واضح، ولكن الملعب حاجة تانية. ال 11 لاعب اللي هيلعبوا والتغييرات اللي هيعملها ريني فايلر بكره هي اللي هتؤثر وبشكل ايجابي او بشكل سلبي في المباراه. فخلينا ننتظر لغايه بكره. ودائما انا عارف ان جمهور النادي الاهلي دائما ما يكون متفائل في كل شيء. النادي الاهلي يسعى في المباراتين القادمتين، يسعى لـ6 نقاط، لا يسعى لاقل من كده. كل الاجتهاد اللي بيجتهده اللاعبين والجهاز الفني مش عايزين حاجة، وتركيزهم فقط في مباراة بكرة ومباراة إن شاء الله الهلال السوداني. خلينا بس نعدي مباراة بكرة وبعد كده نتكلم في مباراة الهلال السوداني. إن أنت بكرة تاخد 3 نقاط، وإن شاء الله إن شاء الله تروح تلعب في الهلال السوداني تاخد 3 نقاط تانية. هو ده تفكير لعيبة النادي الأهلي، وأنا متأكد إن هو ده تفكير جمهور النادي الأهلي. المؤازرة
لفريق النادي الاهلي بكره هي الاساس في كل شيء، وانا متاكد ان جمهور النادي الاهلي هيفضل واقف ورا فريقه من اول دقيقه لاخر دقيقه، لان هو ده الطبيعي، ده اللي احنا بنشوفه دايما من جمهور النادي الاهلي. فعشان كده النهارده الواحد قاعد طول النهار متفائل جدا حتى بعد النتيجه. يعني انا استغربت جدا ناس تقول لك ايه الموضوع بقى صعب، لا هو الموضوع اتصعب من نتائج المجموعه، مش من فوز الهلال على بلاتينيوم. فوز الهلال على بلاتينيوم فوز متوقع بالمناسبه. يعني لما تيجي حد يتكلم مع كان بيتكلم معايا الفتره اللي فاتت تقول لي هو مين اللي هيكسب الهلال ولا بلاتينيوم، انا بقول لهم الهلال الافضل وهو اللي هيكسب. فكلنا كنا متوقعين ان الهلال يكسب. ايه اللي جد جديد من بعد ما الهلال كسب؟ الموضوع بقى اصعب؟ لا، الموضوع من الاول، من المجموعه من اولها ملخبطه، فيها صعوبة كتيرة جدا. المباراة اللي المفروض النجم يكسبها اتغلبها، المباراة اللي المفروض الهلال يكسبها اتغلبها، المباراة اللي الأهلي المفروض يكسبها اتعادل فيها. فالمجموعة كلها ثلاث فرق من الفرق الكبيرة جدا في القارة الأفريقية، سواء النادي الأهلي أو النجم الساحلي أو الهلال السوداني وبلاتينيوم طبعا، ولكن أنا بتكلم على الأبرز وتاريخيا وأكثر بطولات وكل شيء، الأهلي والنجم والهلال. وبالتالي انت بتلاعب فريقين او عندك منافسة مع فريقين كبار جدا. هي دي كرة القدم بالمناسبة، هي دي حلاوة كرة القدم، ان انت عندك بكرة مباراة يجب ان يكون هناك تركيز من اول دقيقة لاخر دقيقة، وخصوصا مع النجم الساحلي. انا تشرفت ولعبت مع النادي الاهلي طبعا وضد النجم الساحلي كتير، ثلاث او اربع مرات، كلها نهائيات. التفاصيل الصغيرة بتفرق، التركيز في المباريات الكبيرة دي بيفرق جدا 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 في التفاصيل الصغيرة، حتى في كل التفاصيل. اللعيب اللي باله مش هيبقى مركز 90 دقيقة هتبقى عندك مشكلة. الجمهور لو مش هيقف ورا فريقه من أول دقيقة لآخر دقيقة هيبقى عندنا مشكلة. ولكن الحاجة الوحيدة اللي أنا متأكد منها الحقيقة إن جمهور النادي الأهلي هيفضل ورا فريقه. الحاجة الوحيدة اللي أنا متأكد منها إن ال 11 لاعب اللي هيلعبوا والتلاتة اللي هينزلوا تغييرات هيبذلوا أقصى مجهود علشان يكسبوا مباراة بكرة. ولكنها ليست نهاية العالم. أنت عندك محتاج نظريا لما تيجي تمسك الورقة والقلم كده، أنت محتاج أربع نقط. الأربع نقط دول هتاخدهم إزاي؟ على الأقل أربع نقط، لكن النادي الأهلي بينظر للست نقاط دي، إحنا ده الأساس اللي إحنا بنتكلم فيه. ولكن ليست نهاية العالم، عندك مباراة بكرة مع فريق كبير، فريق محترم، كل كرة القدم وارد فيها كل شيء. الأقرب لما تيجي تتكلم الأقرب فنيا أن النادي الأهلي يكسب بكرة، لكن كرة القدم فيها كل شيء. وأنا آسف أن أنا بكرر هذا الموضوع لأن هي دي الحقيقة، وأنا متأكد أن جمهور النادي الأهلي عارف الكلام ده. أنت عندك 11 لعيب بكرة هينزلوا هيموتوا نفسهم في الملعب، هيحاولوا ان هم يكسبوا بكل الطرق بكل الطرق. فنتمنى ان شاء الله ان بكره المباراه تعدي على خير، وان شاء الله الامور تبقى في المباراه بشكل جيد. اخر حاجه ندائي لجمهور النادي الاهلي بس بكره طبعا، لان النهارده عندي زي ما قلت لكم هي تغطيه خاصه جدا لمباراه الاهلي والنجم الساحلي، العملاقين الكبيرين سواء الاهلي او النجم. الحقيقه هنعمل تغطية خاصة كده مع اثنين من نقادنا الرياضيين الكبار، الناقد الرياضي الأستاذ إيهاب الخطيب والإعلامي التونسي أنيس بن عمر. هنتكلم الحقيقة في كل ما يخص الإعلام وإيه اللي بيحصل في تونس. والأستاذ إيهاب زي ما حضراتكم عارفين واحد من الناس اللي عندها أسرار كثيرة جدا 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 وعنده حاجات كثيرة جدا هنتكلم معاه فيها في كل شيء. ولكن ندائي الأخير الحقيقة لجمهور النادي الأهلي، والحقيقه انا لما باجي اتكلم على الجمهور يعني انا جسمي بيقشعر، لانه جمهور النادي الاهلي هو الاساس في كل شيء. جمهور النادي الاهلي بيخلي لو انت لياقتك البدنيه 100% تشجيع جمهور النادي الاهلي في الملعب بيخليها 200% وبيخليها 300%. والكلام ده مش كلام وخلاص، والله يا جماعه يمكن الواحد لما جرب شاف الموضوع ده. جمهور النادي الأهلي له دور كبير جدا جدا بكرة من أول دقيقة لآخر دقيقة، مهما كان هناك مهما كان إيه اللي بيحصل قبل المباراة ما عنديش مشكلة،
لكن اهم حاجه بالنسبه لي ان ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نكسب بكره بمسانده جمهور النادي الاهلي. بمسانده جمهور النادي الاهلي اللي انا متاكد ان هو هيساند من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه، فكل المسانده والمؤازره بكره لفريقنا ان شاء الله من خلال او في خلال 90 دقيقه ربنا يكرمنا ان شاء الله نتيجه تطلع في صالح النادي الاهلي. خلينا نطلع نشوف تقرير عن الاهلي والحلم الافريقي وبعد كده نستقبل ضيوفنا. بعد هذا التقرير هنستقبل ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ ايهاب الخطيب والاعلامي التونسي الاستاذ انيس بن عمر. زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم في امور الصحافه التونسيه والصحافه المصريه ولكن بعد هذا التقرير. يبقى استعادة لقب دوري الأبطال الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013 هو الحلم الأكبر والأهم لجماهير النادي الأهلي، الحلم الذي يراود ملايين الجماهير كل عام مع انطلاقة بطولة دوري أبطال إفريقيا. الجمهور الأهلوي لا يفكر إلا في عودة الأميرة السمراء إلى أحضان القلعة الحمراء، فالحلم يداعب كل أهلوي ويعمل على تحقيقه كل من ينتمي للأهلي سواء من إدارة أو جهاز فني أو لاعبين، وأيضا الجماهير التي تأتي مؤازرتها وتدعيمها للاعبين من أهم العوامل والدوافع التي تساعد على تحقيق الانتصارات الواحدة تلو الأخرى. الحلم الأهلوي لاستعادة الأميرة الإفريقية بدأ العمل له على قدم وساق قبل انطلاق البطولة، سواء من تدعيمات على المستوى المأمول أو تحفيز اللاعبين المتواجدين، وأيضا جهاز فني لديه نفس طموح الجماهير بتحقيق اللقب. موقعة الأهلي والنجم الساحلي التونسي مساء الأحد هي خطوة هامة للغاية في طريق استعادة الأميرة السمراء وعودتها لدولاب بطولات القلعة الحمراء، فالفوز بمباراة النجم سيصعد بالمارد الأحمر لصدارة المجموعة، هو ما يسعى له الأهلي دائما ما يكون في الصدارة. الأميرة السمراء الغائبة عن الأهلي منذ عام 2013 عندما حصد اللقب على حساب أورلاندو الجنوب إفريقي عن جدارة واستحقاق رغم الصعوبات التي واجهها الفريق في هذه البطولة بخوض معظم مبارياته في ملعب الجونة وفي نهار رمضان وخاضها اللاعبون وهم صائمون. الجميع يسترجع ذكريات البطولة الأخيرة ويتمنى تكرار هذه المشاعر والذكريات في نفس البطولة بالرغم من تغيير نظام وتوقيت البطولة. الأميرة السمراء لها علاقة وطيدة بالنادي الأهلي وبجماهيره. المارد الأحمر صعد لمنصة التتويج ليرفع الأميرة السمراء في ثمان مناسبات بدأت في عام 1982 ثم عام 1987 2001 2005 2006 2008 2012 و2013 هو رقم لم يحققه أي فريق إفريقي، فالمارد الأحمر هو صاحب الريادة دائما، هو الأفضل والأكثر استقرارا ويعمل دائما بالشكل الجماعي وفقا لمبادئ وتقاليد النادي. لاعب الأهلي على دراية بحلم الجماهير في استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا، جميعهم يبذلون قصارى جهدهم لإسعاد هذه الجماهير التي تقف خلف الفريق في كل المواقف، ودائما شعارها على الحلوة والمرة معاك يا أهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. ايهاب بعدين مش دلوقتي طبعا. بعدين ارحب طبعا بضيفي الاعلامي الاستاذ انيس بن عمر الزوادي. ازيك يا استاذ انيس؟ مرحبا منور. مرحبا كابتن اسلام، مرحبا بكابتن ايهاب وكل مشاهدي قناه الاهلي. اهلا وسهلا، متشرف في بلدك الثاني. ايضا ناقدنا الرياضي الكبير البوب ايهاب الخطيب. ازيك يا كابتن اسلام؟ وحشني جدا
مبسوط اني موجود معاك طبعا حبيب. وبرحب بضيفنا وضيف مصر كلها، ضيوفنا الاعزاء اخواتنا التوانسه. اخبار تونس ايه؟ الحمد لله كله كويس. كويس الحمد لله، الدنيا تمام الحمد لله. اولا يعني قول لي اول مره تبقى في مصر؟ لا ثاني مره. ثاني مره اي كنت زرت مصر في بطوله افريقيا للامم مصر 2016 في كرة اليد. في كرة اليد لكن اول مرة النهاردة بقى مع النجم الساحلي. مع النجم الساحلي في مباراة الاهلي. ما حضرتش يعني ماتشات قبل كده للنجم الساحلي هنا؟ لا للنجم الساحلي. احنا لعبنا ماتشات كتير مع النجم الساحلي. كنتش ممكن صغير في العمر. لسه صغير، عندك كام سنة؟ 31 سنة. لسه صغير ما لحقش حاجة. بس شايف اتفرج يعني. شايف شوية هو في فيديوهات نجم اتفرج. طبعا طبعا مشرف ومنور يا استاذ انيس. الله يخليك. الصحافة التونسية بتتكلم على هذه المباراة ازاي؟ هي بصراحة كما نعرف الناس الكل مباراة قمة، مباراة ديما الأهلي مع النجم الساحلي، مباراة فيها إثارة، العناوين الكل تتصدر الصحف التونسية كما في مصر. هنا نشوف في الصحافة المصرية تركيز كبير على القمة هذه. النجم الساحلي نقطة وحيدة تمكنوا من العبور للدور الربع النهائي، لكن يعني عقد العازم على العودة بنتيجة إيجابية من مصر بالذات. عرقت الزوز فرق زاده كما نعرفوا، الفوز المعنوي زاده في مباراه الذهاب في استاد رادس هدف ياسين الشيخاوي. النجم في مصر لهنا باش يحاول يعزز النتيجه هذه، وخاصه ربما بعد الفوز اليوم تاع الهلال السوداني على بلاتينيوم يزيد يعمل شويه ضغط على فريق النادي الاهلي. تمام استاذ ايهاب، انا برضو هاخد من اخر كلام للاستاذ انيس. ما اعرفش، واعتقد انت من الناس اللي طول عمرها معانا يعني، وعارف ان النادي الاهلي موضوع الضغط ومش الضغط والكلام كده كده، المجموعه دي معقده يعني من اول يوم، والمجموعه من دي اول قرعتها من اول قرعتها وهي معقده. فبالتالي انا شايف الطبيعي جدا ان الهلال كان هيكسب بلاتينيوم، الطبيعي جدا ان النادي الاهلي كده كده محتاج كده كده، حتى لو كان كسب النادي الاهلي بلاتينيوم بعد نتيجه النهارده النادي الاهلي كان محتاج 4 نقط من الست نقاط على الاقل يعني. تمام، هي مباراة وحيدة اللي فرقت مع النادي الاهلي في مشواره في المجموعة، مش مباراة بلاتينيوم، لان انا معاك في الحتة دي. هي مباراة النجم هناك. برافو عليك. مباراة النجم هناك هي المباراة اللي فرقت في مش تعقيد المجموعة، ولكن هي المجموعة دي ظروفها كده باين ان انت اولا في اهلي وفي نجم وفي هلال، ايا كان مستوى الهلال السوداني معروف مبارياته مع النادي الاهلي تحديدا. يعني تحديدا ومواجهته مع النادي الاهلي تحديدا. وفي نفس الوقت النادي الاهلي يعني النهارده انا يعني كنت بتفرج مع بعض الزملاء في النادي الاهلي على المباراه، وقبل الهدف بتاع الهلال قلت لهم الهلال هيكسب. واضحه كانت فقلت لهم الاهلي عمره ما تاهل على حسابات غيره. الاهلي دايما هو اللي بيأهل نفسه. مظبوط. عمر ما الاهلي اعتمد على حسابات تاهله. الاهلي جاهز بيتاهل. وبالتالي من حق الاشقاء ان هم يكونوا طمعانين في مكسب، طمعانين في اداء، رغم ان هم فرصتهم اسهل شويه لان عندهم الماتش الاخير امام بلاتينيوم في ملعبهم. اسهل كتير، هو النجم بيعتبر وصل يعني اموره في الكوره حساباته اسهل بكتير من النادي الاهلي. كذلك الهلال بيبص على الحسابات، لكن احنا ما عندناش حسابات غير مباراه بكره. مش هينفع نفكر في حساب في المباراتين. الست نقاط ما فهمش كلام، لكن زي ما انت قلت يا كابتن اسلام في الانترو بالظبط، مش هنشغل نفسنا غير بمباراه بكره بس. التركيز يبقى فيها، الجمهور يبقى موجود، المنافسه محترمه جدا مع اشقاء، بتدور على الثلاث نقاط امام مدرب وفريق محترم طبعا. مدرب خادع جدا، هيلعب بنفس الطريقه من وجهه نظري اللي لعب بيها في ملعبه، هيقفل بشكل كويس، هيلعب على الهجمات المرتده، اعصابه هو اهدى. الامور في الفندق عندهم في مقر الاقامه دلوقتي هاديه جدا، ولسه مخلصين العشاء والمحاضره الفنيه في فريق النجم، والامور يعني هم مرتاحين نفسيا اكتر. كذلك الامر لعبتنا في النادي الاهلي، هاخد برضو من كلامك الضغط ملوش جمله من الاعراب مع النادي الاهلي. كلمه الضغط مع لعيبه النادي الاهلي كل مبارياته مضغوط، هو على طول حتى مباريات الدوري داخليا وخارجيا بالظبط. وبالتالي كل ما زاد الضغط على فرقه النادي الاهلي زاد الانتاج، كل ما زاد الضغط على فرقه النادي الاهلي ولعبته زاد الانتاج. لعيبه النادي الاهلي تبقى عارفه موقعها ايه، وعارفه ايه اللي مطلوب منها. زياره الكابتن محمود الخطيب المتتاليه تؤكد اهميه المباراه، يعني التركيز اللي عليه الفرقه بشكل كبير، وتوفيق ربنا هيكون هو الناصر. طيب هنكمل كلامنا، لكن خلينا نروح نشوف المؤتمر الصحفي قبل بدايه هذه المباراه. ماذا قال ريني فايلر عن هذه المباراه؟ بالاهرام كنت عايز اسال مستر فايرر رايه ايه في حسابات المجموعه بعد تعادل الهلال وبلاتينيوم ورؤيته للماتش الجاي.
تعادل الهلال وبين الهلال كسب فوز الهلال سوري فوز الهلال Alors d'abord je veux m'excuser pour être en retard parce que notre chauffeur a nous montré encore la moitié de la ville. في الاول بعتذر الحضور متاخر لان السواء بتاعنا فرجنا على المدينه النهارده فرجنا نص المدينه فيها لفه جامده ده هنا احنا جايين et pour la réponse de votre question ouais on n'a pas le choix mais ça on a déjà su avant des matchs hein, qui suivent. C'est un groupe qui est dur parce qu'on a trois équipes avec presque le même niveau. Et c'est à nous maintenant de montrer demain et si on a le dernier match qu'on est capable de gagner. ايه رايك في حسابات المجموعه بعد فوز النهارده الهلال قدام بلاتينيوم فالرد كان قال احنا عارفين من الاول طبعا المجموعه المنافسه مش سهله وان الثلاث فرق تقريبا في المجموعه كلهم مستوى متقارب وازاي احنا عشان نتاهل او نحافظ على حظوظنا لازم نكسب الماتشات الجايه ونحقق نتيجه ايجابيه عشان نعرف نتاهل الدور الجاي سؤالي هل هو من المدربين اللي عندهم فلسفه انه ممكن يشارك لعيب لسه منضم حديثا زي ايلو باتو اصلا هو موجود في القائمه ولا هو من المدربين اللي بيفضلوا فلسفه انه لازم اللعيب يتاقلم مع خبره بشكل عام عشان يكون متواجد في مباراه خاصه ان هي مباراه مهمه Tout d'abord, la première question, comment vous avez vu la ville, vous avez visité aujourd'hui avec le chauffeur. La deuxième question, est-ce que vous êtes du genre des coachs, vous avez préféré de donner la chance à un nouveau joueur comme Ayuba Diouf de participer dès sa première participation, ou bien vous préférez laisser s'intégrer tout d'abord avant qu'il prenne sa chance et partir Alors, la famille. Première question, je ne peux pas répondre, ça c'est clair. Première question, je ne peux pas répondre. Deuxième question, je ne peux pas vous annoncer ça aujourd'hui parce que... Ça reste encore quelques heures jusqu'à le début du match. Et oui, les nouveaux ici, hein, ça prend quand même du temps pour bien être intégré. Et on a plusieurs joueurs qui sont capables de jouer, mais c'est bien possible qu'il va au minimum jouer quelques minutes. Mais s'il commence ou pas, je ne sais pas encore. طيب هو السؤالين اللي اتسالوا اول سؤال كان بيقول له بعد ما لفيت المدينه ايه رايك في المدينه؟ والسؤال الثاني بيقول له انت يا ترى من نوعيه المدربين اللي بتحب تشارك بلعيب زي اليو باجيو لسه في اول مشاركه ليه لسه جاي الفريق بينضم الفريق بتدي له فرصه يشارك ولا بتفضل تدي له يعني بتسيبه لغايه ما يتاقلم مع الفرقه ويشارك في ماتشات يعني لاحقه؟ فرد طبعا السؤال الاولاني طبعا اعتبره دعابه ما ردش عليه والسؤال الثاني بيقول فاضل كام ساعه على المباراه ما اقدرش اقول لك طبعا هو من الافضل انه ياخد وقت لغايه ما يتاقلم بس ممكن اديه الوقت او ممكن ابدا بيه افضل احتفظ بحاجه زي كده لنفسي داخليا جوه الفرقه مش هقدر اجاوب على السؤال ده عادل وكاله الاس ان بي الانجليزيه للرياضه سؤال المستر فايلر ليه الاهلي محليا مقنع اكثر من افريقيا متى سنرى الاهلي Quand est-ce qu'on va voir Ahly avoir une puissance sur le niveau africain comme vous le faites au niveau local? Pourquoi Ahly a du poids et de la valeur sur le niveau africain? Moi j'ai dit tout le temps la même chose, hein. Je répète encore une fois, la Ligue est aussi forte, hein. On a aussi beaucoup d'équipes avec beaucoup de qualités. Mais si on joue Champions League, c'est clair, hein, ce sont les meilleures équipes de tous les pays. On a les voyages, on a la force des autres équipes. Et ça, c'est normal que ce sont des matchs plus difficiles et plus serrés. Et ce n'est pas pour moi une surprise. هو السؤال كان بيقول امتى احنا شايفين الاهلي محليا مش مقنع يعني افريقيا مش مقنع زي محليا امتى نشوف الاهلي على المستوى الافريقي مقنع زي ما بيؤدي اداء مقنع في على المستوى المحلي الاجابه بيقول انا بجاوب دايما على السؤال ده ان طبعا الدوري المحلي فيه فرق قويه لكن برضه المستوى الافريقي مختلف لان رابطه الابطال الافريقيه بتجمع ابطال الدوري واقوى فرق في كل الدول المشاركه فبالتالي المستوى بيبقى اعلى غير ان في عوامل ثانيه زي السفر ساعات السفر الطويله وزي ظروف المباريات المختلفه دي بتاثر فطبعا مش ممكن يكون نفس الاداء هو هو. First one is that I take it you know that Souleymane Koulibaly is not coming to this particular match. Do you feel that that is
a good thing in that your club won't be distracted by him, or would you rather that the club, the fans, were able to say what they express their feelings about him? And the second question is, Zamalek have now gone through in second place, definitely confirmed. Do you see that as a good thing for Egyptian football, or would you rather that they hadn't gone through? Okay, I'll give the answer in French. Can I say in English? Okay, it's okay. French. First, d'abord, je sais, bien sûr, tout le monde sait qui va venir de notre adversaire. On sait aussi les joueurs qui sont absents, mais d'abord tout, il faut regarder sur nous-mêmes. Ça veut dire, pour moi, très important est comment est notre comportement et comment nous allons jouer. Et pas d'abord tout, qu'est-ce qui se passe avec l'adversaire. Deuxième chose, avec Zamalek, c'est clair, hein, parce que je travaille ici en Égypte, c'est aussi important pour le football égyptien, qu'on a des équipes qui sont fortes, mais d'abord tout, aussi ici, j'aimerais bien que nous allons faire notre boulot nous-mêmes et pas regarder les autres. Ok, pour la première question, la réponse, je pense, it's clear for all the two teams, both teams, that which will play, which will not play, is not a surprise for us. And I think it's most important for us to work and to play our football, not to think about the standing of the players of the team. The second question, I think, as I am working now in Egypt, is a good thing for the Egyptian football to have to Zamalek qualify to the second round. I think it's good for the Egyptian football, and as an Ahli team, we are concentrated and focused in our team and our performance, not the other teams. طب هجاوب على السؤالين بسرعة كده. هو أول سؤال بيسأل بيقول سليمان كوليبالي مش هيشارك، يا ترى دي حاجة كويسة ولا لأ؟ تاني حاجة، السؤال التاني، الزمالك تأكد تأهله النهاردة كتاني المجموعة، حاجة زي كده كويسة، خصوصا انت بتشتغل في مصر، حاجة زي كده انت شايفها إيجابية ولا إيه بالنسبة لك كمدير فني النادي الأهلي؟ جاوب بيقول بالنسبة للزمالك كوليبالي، أعتقد إن الفريقين صفح يعني كتاب مفتوح، كل فرقة عارفة التانية هتلعب بإيه، وأنا أنا مركز أكتر فهلعب بمين مش مهم، أو هلعب بإيه وإيه طريقة أدائي وأسلوب أدائي، مش الفرقة التانية مين هتلعبه ومين مش هتلعبه وطريقة اللعبة، أنا مركز في أدائي، أنا مش مركز في أداء الفرقة اللي هلعبها. ده بالنسبة لسؤال سليمان كوليبالي. السؤال التاني بتاع الزمالك، فبيقول أنا طبعًا بمرن في مصر، وأكيد كويس لكرة القدم المصرية إن فرقة الزمالك تتأهل، وإحنا إن شاء الله ممكن نتأهل إحنا كمان، بس برضه بكرر حاجة زي كده ما بتأثرش علينا، إحنا مالناش علاقة، إحنا مركزين في لعبنا ومركزين في الماتش بتاعنا بكرة وفي الماتش الجاي اللي بعده عشان نتأهل إحنا كمان للدور التاني. أحمد. السلام عليكم، أحمد منير من سبورت. سؤال الدكتور رامي ربيعة، كيف تتعامل معكم الجهاز الفني؟ يعني لا نتحدث عن الجانب الفني، ولكن نتحدث عن الجانب النفسي قبيل هذه المواجهة، سواء كان من خلال تعامل الجهاز الفني مع اللاعبين أو تعامل اللاعبين مع بعضهم البعض قبيل المباراة، خاصة في ظل يعني تأزم موقف الأهلي. الأهلي لا سبيل أمامه سوى تحقيق الفوز للإبقاء على حظوظه في التأهل إلى الدور التالي. في البداية بس انت بتتكلم على الجانب النفسي، الجانب النفسي بالنسبة للعيبة مركزة جدا مسؤولة عليها، قبل كده قلت الكلام ده قبل كده، المواقف الصعبة لعيبة الجانب الثاني مقدر ده وعارف اللي الصعب اللي بيظهر فيها، فزي ما انت قلت كده احنا زي المجموعة او الجروب شويه متعقد شويه، بس احنا قادرين ان احنا نطلع نفسنا من الموقف ده. التعامل بتاع الجهاز الفني زي ما هو، ما فيش تغيير، ماشيين على سيستم واحد ما بيتغيرش، ف يعني مش هيغير السيستم عشان خاطر ماتش حصل او في دروب حصل، لا بالعكس احنا ماشيين وكلنا بنسعى ان احنا نحقق الفوز، بنفكر الماتش بماتش وما بنفكرش في حاجه دلوقتي غير الماتش بتاع بكره، فما بنبصش لقدام غير الماتش بتاع بكره ان شاء الله نحاول نركز فيه ونقدم حاجه كويسه للجمهور وللجهاز، واحنا كمان كلاعيبه نسعد نفسنا يعني ان شاء الله. اوكي، بنشكركم، شكرا. طبعا ده كان كلام ريني فايلر المدير الفني عن هذه المباراه. سؤال اسئله كثيره جدا يا استاذ انيس، مرحبا في ماذا قال ريني فايلر؟ والله تقريبا النقاط اللي حكى فيها فايلر مدرب الاهلي المصري، فما كلمه مهمه وقويه برشا قالها، الفريقين كتاب مفتوح، وقت نسالوه على سليمان كوليبالي وغيابه على المقابله هذيا، والا زاد على اليو باجي اللي قال اللاعب المنتدب الجديد نتاع الاهلي من رابيد فيينا، قال يعني ينجم مش باش يعطي اوراقه كامله قبل المقابله، كما ينجم يشارك كما ينجم ما يشاركش، فقط زاد فما نقطه مهمه
طرحت بخصوص التألق على المستوى المحلي تقريبا 12 انتصار في 12 مقابلة بالنسبة للأهلي المصري، بينما على المستوى الإفريقي ماهوش نفس النيفو. أكد أنه تقريبا يلعب ضد أبطال نتاع الدوريات نتاعهم، وهذا عادي يعني تنجم تشوف التألق. مثلا النجم الساحلي متألق إفريقيا نقاوة خير نتائج تقريبا وقت اللخص، خاصة نحكي من الأول على فوز الهلال السوداني على بلاتينيوم، قال ما عندناش خيار لازمنا نربحوا، هذا من حقه. زاد النجم الساحلي من حقه باش يرجع بنتيجة إيجابية ويفكر تونس وغاريدو. زاد أستاذ إيهاب، عجبني فايلر كابتن إسلام إنه هادي هادي خالص وبيتكلم بهدوء، حتى في المباريات على مقاعد البلاء بيبقى واقف عنده هدوء غير عادي، أيا كانت نتيجته أيا كانت ظروف المباراة بيعرف يفكر بهدوء، بيتكلم بهدوء، بيجاوب على أي سؤال بيتسأل عليه. واضح من المؤتمر ان هو بيتكلم ان هو ما عندوش سبيل غير المكسب وبيتكلم بشكل واضح. النقطه اللي هي انا بشوفها في كل مؤتمر الراجل بيجاوب عليها قصه الاهلي محليا غير افريقيا، دي النقطه هو جاوب عليها بشكل، قال لي ان المستويات وانه بيقابل فرق قويه. لكن عندنا وجهه نظر ثانيه مهمه جدا، ان مباراه هم مباراتين، مباراه النجم اللي قلت عليها دي سبب كتير في الشكل العام، وطبيعي انك لما بتلعب 10 او حتى ممكن كامل خطا تحكيمي واضح كمان او ايا كانت قصه، طبيعي ان ممكن تكسب او تتغلب او يعني، والنتيجه ما كانتش بالشكل الكبير لكن اثرت عليك بشكل كبير. زي ما انت قلت مباراه بلاتينيوم كده كده اعتقد ان انت كسبت بلاتينيوم وحطيت الترتيب هتلاقي نفسك لازم تكسب الماتشين دول. كمان مباراه بلاتينيوم دي الاهلي واجهته فيها حاجه غريبه جدا، مباراه الاهلي لعب بيها بدون صفقاته من شهر يناير السنه اللي فاتت، يعني المباراه دي غاب عليها 8 نجوم، يعني اهم صفقات عملتها في يناير وعملتها في بدايه الموسم كل الصفقات دي ما لعبتش في مباراه بلاتينيوم باستثناء قفشه لعب شوط. يعني انت يعني بنص تيم لعبت، والاهلي ما بيقفش على حد وكل حاجه، لكن برضه فرقت معاك ضغوط المباريات والاصابات اللي بتحصل كل مره مع تتابع المباريات في الدوري، الاهلي بيدفع ثمنها في افريقيا على طول. صح، فبالتالي دي امور واضحه. الـ الامور اللي احنا فيها دلوقتي ان لا بديل للنادي الاهلي عن المكسب والاداء بهدوء امام فريق بكره هيلعبك بهدوء خالص، هيضغط عليك اول 10 دقائق بالشكل الجامد جدا عشان ياخد ثقه. زي ما انت بتقول جماهير لعيبه جهاز فني كله جاهز بكره ان شاء الله، برضه بكرر لك ان شاء الله يكون توفيق ربنا موجود. عجبني جدا كلمه رامي ربيعه وهو بيتكلم، قال لك احنا اللي حطينا نفسنا في الموقف ده واحنا اللي هنطلع منه، لان هو ده دايما النادي الاهلي، احنا دايما كنا بنقول هذا الكلام يعني دايما مباريات وخصوصا مباريات الاهلي والنجم الساحلي، احنا اللي كنا بنحط نفسنا في الموقف ده ولازم نطلع من الموقف ده. طيب خلينا نطلع نشوف برضو ماذا قال جاريدو المدير الفني للنجم الساحلي الحالي طبعا، وزي ما حضراتكم عارفين المدير الفني السابق للنادي الاهلي. خلينا نطلع نشوف ماذا قال في المؤتمر الصحفي قبل هذه المباراه. نشوفه في مصر مرة تانية. أكيد مباراة مهمة، مباراة صعبة جدا بعد اليوم كمان فوز الهلال. شايف إزاي المباراة من وجهة نظره؟ دي أول نقطة. تانية نقطة، كان مدرب الأهلي سابقا فعنده دراية كاملة بالأهلي ولعبت الأهلي وطريقة لعبهم وطريقة فكرهم. شايف ده إزاي ممكن لهذه المباراة؟ وغياب كيلوبالي عن المباراة شايفه ازاي بالنسبة لك؟ اوكي جود ايفنين، السلام عليكم. ثانك يو فيري ماتش تو سي ويلكم. شكرا على ترحيبكم بيا. اوف كورس اي فيل فيري ويلكم ان كايرو بيكوز ات واز ماي هوم. انا شاعر بترحيب كبير جدا في القاهرة لان ده بيتي. And still keep in touch with a lot of friends here in Cairo. أنا عندي علاقات كويسة مع ناس كتير جدا في القاهرة. And of course, it was a very nice period for me here in Cairo and Al Ahly. كانت فترة كويسة جدا ليا مع الأهلي. Great memories, very nice for me to be here. Of course. ذكريات كويسة جدا بالنسبة لي وأنا سعيد إن أنا موجود هنا. Today I am the opponent. النهاردة أنا المنافس. So I'm working in Etoile, of course. يعني بشتغل مع النجم. And we know tomorrow we have a very important match. عارفين ان بكره مباراه مهمه جدا. Of course Al Ahly and Etoile both big great teams. بالتاكيد الاهلي والنجم فرق عظيمه. Great clubs. انديه عظيمه. With a lot of history. عندها تاريخ كبير. With great fans, with a lot of public. جمهور كبير وعظيم. Then this kind of games is great games. المباريات دي بتبقى مباريات مهمة وكبيرة. One of the biggest game in Africa, of course, this is
this Etoile Ahly is one of the biggest games in Africa. مباراة النجم والأهلي أحد أكبر المباريات في أفريقيا. Then for us the players and the people who can play the match, of course this is a great match. بالنسبة لنا وبالنسبة للعيبة اللي يلعبوا في المباراة دي مباراة كبيرة جدا. A great motivation. وحافز كبير للعيبة. Our goal is to get the qualification for next round in Champions League. هدفنا هو التأهل للدور الجاي في دوري الأبطال. We have two games to get our goal. قدامنا مباراتين عشان نحقق الهدف ده. Tomorrow if I was the first chance to get the qualification. بكرة هي أول فرصة للتأهل. And then after one week we will have again the chance to get the points to get the qualification. وبعد أسبوع هيبقى عندنا الفرصة الثانية عشان نحقق التأهل ده. We know from the beginning when we saw the group. We knew and we know that it was and it is a very difficult group with very very good teams with really good clubs, and of course to get the qualification is difficult, and until the last game will not be clear for every one of us. So tomorrow of course we respect the opponent. Obviously we know we play against one of the best teams in Africa. كنا عارفين من اول المجموعه ان المجموعه صعبه جدا، ان كل فرق فيها قويه، وكنا عارفين ان التاهل مش هيتحسب غير في اخر جوله، واحنا بكره هنلعب قدام منافس بنحترمه وعارفين ان هو من اعظم الانديه في افريقيا. And we Etoile as team as players as club of course for us we also we think we are one of the best teams in Africa, and then tomorrow also we can play football to build to show that we are a very good team in Africa, and of course the final goal is to get the qualification. وبالنسبة لنا في النجم برضو كجهاز فني وكلعيبة وكإدارة وكجمهور احنا برضو من أعظم الأندية في أفريقيا، عشان كده احنا بكرة هنظهر للجميع ان احنا فريق كبير في أفريقيا وهنحاول نحقق هدفنا بالتأهل. طيب ده كان كلام مستر جاريدو المدير الفني لنادي النجم الساحلي. اعتقد هو الكلام تاع اخوان كارلوس جاريدو واقعي جدا، خاصه قال عنا فرصه اولى اللي هي باش تكون غدوه مع النادي الاهلي. قال يظهر لي الهدف واضح انه غدوه باش يكون العمل على تحقيق نتيجه ايجابيه والعوده بالتاهل. اذا كان ما تحققتش الفرصه الاولى تكون الفرصه الثانيه ضد بلاتينيوم. قال باش نلعبوا بكل ما عندنا، واكد زاده حاجه بها عالم الاحتراف جاريدو البارح في الأهلي المصري اليوم في النجم الساحلي، وتقعد كان العلاقات تقريبا في كرة القدم. أيضا أكد على علاقة الزوز فرق، لأنه تقريبا من أحد أكبر الزوز فرق في إفريقيا حتى على مستوى المواجهات ككل، نلقاو حتى التعادل يعني وقت نحسبه دوري أبطال إفريقيا كونفدرالية سوبر بطولة عربية نلقاو تقريبا في 14 مواجهه تعادل على مستوى الارقام. في تشامبيونز ليج فما الفوز بالنسبه للنجم الساحلي فوز اضافي، في الكاف نلقاو الاهلي، دونك تبقى ديما المنافسه بين زوز عمالقه، وجاريدو من حقه باش يحاول يحقق الفرصه الاولى من غير ما يتعدى الفرصه الثانيه. الفرصه الاولى هي العوده بنتيجه ايجابيه في لقاء غدو. هل ممكن بكره جاريدو ووجوده في النادي الاهلي سابقا، مع ان انا ما بعترفش بالكلام ده، ولكن وجوده بالنادي الاهلي سابقا ان كل حاجه اتغيرت عن ايام جاريدو عن دلوقتي، يعني تقريبا حسام عاشور اعتقد وشريف اكرامي بس 90% تغيير، اكثر 90% من 95% يعني تغيير. هل ده ووليد سليمان مثلا، هل ده من الممكن ان يكون، لان وليد هو اللي عمل الاوفر في مباراه النهائي الكونفدراليه، هل ده ممكن يكون في تغيير او تغيير في التشكيله من ناحيه جاريدو، ولا انت مقتنع ان هو هيلعب بنفس هذا الشكل؟ لا ولا حاجه، حتى لو هيلعب، حتى لو لعب الاهلي بنفس اللعيبه اللي كان هو بيدربهم في الاهلي هيبقى الماتش عليه مختلف تماما. حتى لو بيلعب الاهلي بنفس اللعيبه اللي هو كان بيدربها. هي القصه اللي هو لخص فعلا الكلام في جمله واحده بس، قال عندي فرصتين والمجموعه تحسم في الجوله الاخيره. هو لخص الحال كله بالقصه بالنسبه لوضعه والحاله. جاريدو مدرب ذكي جدا وعارف اوراقه، عنده غيابات مؤثره جداً بشكل واضح، ولكن بقيه الفرقه اللي عنده فرقه محترمه وفرقه جاهزه، وانا زي ما قلنا هي اهدى اعصاب، وبالتالي جاريدو بكره مش مستعجل في اي حاجه، هو عايز يخنق الماتش لصالحه. هيبقى نازل في البدايه عنده نوع من الثقه طبيعي جدا علشان يدي لعيبته ثقه، يحاول يضغط على النادي الاهلي يلعب بالدفاع المتقدم. طبعا الكونفدراليه في نفس الوقت بنفس الشكل اللي لعب فيه تونس،
يعني يضيق المساحات في منطقه خط ظهره، يلعب بشكل مقفول، يلعب على هجمات مرتده، وهي الكره التونسيه تماما بتجيد اللعب على ارتداد الكره ويهدي رتم الملعب. لعيبه النادي الاهلي لازم تكون اكثر هدوءا قدام لما الريتم يبقى هادي خالص، وقدام لما بيبقوا ماسكين كوره عشان ما يبقاش استحواذك سلبي. وانت ممكن تفضل تدور الكوره في نص ملعبك وفي التلت الامامي من ملعب المنافس، انما اختراق خاصه ان هم ديفندرين عندهم كويسين والقلب عندهم كويس، فبالتالي في دور كبير لعلي معلول، في دور كبير لاحمد فتحي، تصويب من خارج المنطقه النهارده كان في تدريبات على التصويب، فان شاء الله يعني الامور تمشي بشكل كويس. والمباراه 90 دقيقه بالظبط كده مباراه، لان جون بدري هيفتح الاداء بشكل كويس ويخلي جاريدو يبدا يفكر يعمل ايه، يفتح ملعبه شويه ولا لا. كل ما الهدف هيتاخر مع النادي الاهلي كل ما الثقه زياده هتزيد طبيعي عند النجم الساحلي يقفل اكتر، وده ما يقلقش النادي الاهلي. النادي الاهلي المباراه عنده 90 دقيقه تمام. هل من الممكن عايز اقول حاجه؟ لا، فقط على جاريدو كما حكينا بكري على الاهلي متعود بالضغط، ربما حتى جاريدو في الفتره اللي عداها مع الاهلي يعرف جمهور الاهلي، يعرف الضغط اللي يعمله طبعاً. جماهير الاهلي نجم يحاول يعني يوصل المساج كما يلزم للملعبيه نتاعو. هل ممكن جاريدو بكره يفاجئ؟ نفس السؤال اللي سالته للاستاذ ايهاب، هل ممكن بكره جاريدو يفاجئ النادي الاهلي بضغط امامي، ولا هو طريقه لعبه كده؟ يعني حتى في الهلال السوداني لما لعب يمكن في 10 دقائق ربع ساعه ساب الملعب شويه او يعني لعب بطريقه هجوميه اكتر، لكن جاريدو دايما مع النجم الساحلي في الثلاث اربع خمس مباريات السابقه بيلعب بهذا الشكل، بيقفل في نص ملعبه. هل ممكن بكره يبقى في تغيير، ولا انت شايف لا هيلعب بنفس هذا الشكل؟ والله نتصور تقريبا كل مقابله وحقيقتها، وكل مقابله والرهانه نتاعها. مثلا مقابله الهلال السوداني كانت زاد عندها اهميه كبيره بالنسبه للنجم الساحلي، على عكس انه يمكن توا ينجم يلعب مرتاح اكثر. اما نتصور على ممكن يحاول بنفس الطريقه يلعب تقريبا على المرتدات، يحاول يلعب على الهجمات المرتده. لان هو لعب كده في تونس، او يعني طريقه لعبه في تونس كانت اكثر، يعني الاكثر استحواذا كان النادي الاهلي في تونس في المباراه الاولى اللي اتغلب فيها النادي الاهلي، كان الاكثر استحواذا للنادي الاهلي، ولكن في النهايه النجم كسب. والله انت تعرف كابتن اسلام انه المقابلات الكبار يتلعبوا على جزئيات بسيطه بالزبط. معناها ساعات تجيك كره في العمق كما نذكروا البونتو نتاع هدف الذهاب، هدف ياسين الشيخاوي فيه يعني برشا خبره، عرف وين ياخذ الكره نتاعو وتمكن من مغالطه حارس الاهلي. دونك فما جزئيات بسيطه، ساعات على كره ثابته، ساعات على اخطاء دفاعيه ساذجه ينجم يتمكن واحد من الفرق من التسجيل. هاب ايه اللي هيحصل بكره؟ يعني هل انت متخيل السيناريو بتاع الماتش هيبقى ماشي ازاي؟ شوف، هو الماتشات دي دايما وماتشات النجم بالذات مالهاش سيناريو مع النادي الاهلي. تبقى انت ضامن المباراه هنا، تلاقي الامور لا قدر الله، تبقى انت هناك رايح مش ضامن تحقق. لكن هي في الاخر تركيز لعيبه الاهلي واضح وتركيز جهازه الفني ان المباراه دي. وعلى فكره يمكن خليني اقول لك كلام اللي قاله فايلر فعلا، اتفضل. احنا مركزين في المباراه دي، ما تشغلوش بالكوا لا بتاهل الهلال اقرب لا الماتش الثاني، ركز معاهم بشكل كبير جدا في الكلام والحديث يا كابتن على المباراه دي. المباراه دي هي المباراه الفيصل بالنسبه له، وبالتالي انت ما تلعب منافس عنده امور كبيره جدا انه يخرج بالمباراه، عنده فرص اكبر. المنافس قدامك يعني اعصابه هاديه، اموره هاديه، عنده فرصه ثانيه اسهل من الفرصه الثانيه بتاعتك، هو مش فارق معاه غير انه يحافظ على شكله وادائه. طبيعي اللي انا شايفه بكره من ناحيه النجم ان اول خمس دقايق دي لازم يضغطك ويخش ويفتح الملعب ويحسسك ان هو ياخد بس الحماس، وبعدين هينكمش تماما لغايه ما النادي الاهلي يقول كلمته. اول ما النادي الاهلي يقول كلمته بهدف ويحقق هدف، وان شاء الله ده يحصل بدري، هو يقدر يفتح الجيم معاك، خلاص هتبقى مش فارقه معاه، مش فارقه معاك. انما قبل ما النادي الاهلي يحقق هدف ما اعتقدش ان هو هيباغت، ما اعتقدش ان هو هيكون ليه المبادرات، لكن هيلعب على الكور اللي هو بيحب يلعبها، هيلعب على المرتدات، هيلعب على اللعب خلف المدافعين، هيستغل اندفاع لاعب الاهلي واندفاع الطرفين. عشان كده لازم يبقى فيه حذر قبل ما النادي الاهلي يا كابتن اسلام يفكر، وقبل ما جريدو يفكر ازاي يجيب هدف، لازم يكون مامن تماما ما يخش مش مرماه هدف. وانت النهارده بتلعب مباراه بكره ان شاء الله علشان تحرز هدف وتطلع كسبان، فما ينفعش وانت مركز لا قدر الله وكل السيناريوهات متوقعه، لا قدر الله حصل سيناريو زي ده لازم يبقى عندك
القوه والدافع انك ترجع تاني في نفس الماتش. كل اي ما فيش النهارده مباراه ليها سيناريو واضح، بالذات ان حكم المباراه اللي موجود بكره جوميز حكم مميز قوي فير، يعني 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 انت عندك مباراه بكره كره قدم ثم كره قدم ثم كره قدم، وما يدور بقى في السيناريوهات. لا قدر الله كل فرقه عندها ممكن في لعيب معين يصاب، كل مدير فني 100% مش هينزل بالقوه الضربه بتاعته من بدايه المباراه 100%. اليو بادجي يلعب بكره من وجهه نظرك تصوري. يعني مش معناه لا لا ده بالعكس نظرك. لا بالعكس ده بالعكس هي وجهات نظر، كل اللي هقوله وجهات نظر في الحلقه. انا شايف ان مبدئيا قرار انه يتحط في التشكيله الاساسيه مظبوط، لان الراجل جاي جاهز وكان التشكيله الاساسيه التشكيل القايمه يعني. بكره بقى ان شاء الله برضه هيكون ممكن افرض بكره شاله، بس انا اعتقد هو حطه هيبقى موجود، لكن صعب يبدا صعب يبدا يعني 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 عارف ما شفناش غير مع الكابتن مجدي طلبه لما جه وراح على مباراه المحله والاهلي كسب 2-0. ما فيش لعيب جه من بره دخل على طول لعب مع الفرقه، صعب يبدا. لكن طالما حطه المدير الفني حطه في قائمة المباراة إذا هو جاهز يبدأ ما يبدأش ما ربما يكون مفاجأة. على فكرة فايلر بيشتغل بفكرة المفاجأة وعمل كده قدام الزمالك لما لعب أجاييه، بالذات أجاييه اللي هو كان بعيد خالص ومحدش متخيل أنه يبدأ ويلعب وأن اللاعب يكون موفق بهذا الشكل، فكل شيء وارد. لكن وجهة نظري أن 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 بادجي ممكن يكون على مقاعد البدلاء في بداية المباراة، وهي الدربكه شويه اللي هتبقى في دماغ الراجل الجزء الامامي. الجزء الخلفي مع النادي الاهلي سهل، يعني ممكن يبقى يعني وضعيته سهل سواء كان في حراسه المرمى او خط الدفاع او قلبي الوسط، لكن الرباعي الامامي ده يعني الله يكون في عونه. كل اللعيبه جاهزه الفتره اللي فاتت، ده احمد الشيخ بشكل كويس كان كويس، ادى وليد سليمان كان كويس، قفشه كويس، كهربا يلعبه ولا يقعده على مقاعد البدلاء. انا وجهه نظري ان 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 الرباعي الامامي لو قفشه مع حسين مع كهربا مع اجاييه ده رباعي حلو قوي. هو ممكن يبقى الرباعي يبقى حسين ويبقى الشيخ ويبقى وليد سليمان ويبقى اجاييه على طول. فايلر عامل لك حيره يعني في لان في كمان عنده لعيبه جاهزه كتير، عنده لعيبه جاهزه كتير وكده كده جزء هيبقى موجود وجزء هيبقى معاه يعمل ان شاء الله الفارق لو عايز يغير، لكن ربنا يحمي اللعيبه ما تبقاش في تغييرات اضطراريه. تمام، يبقى التغييرات فنيه. انيس برضو على الجانب الاخر النجم الساحلي جاب لعيبه او اسماء مهمه الحقيقه زي سليمان كوليبالي بس مصاب. في برضو رضوان من زردوم من النصر حسين داي برضو احد اللاعبين اللي تم استخدامه، لكن ايضا ما جاش مع او مش موجود في القائمه المتواجده في القاهره. هل ده من الممكن ان هو يفرق؟ والله هو ساعه بالنسبه لرضوان زردوم نعرفه انه استبدال الملاعبيه الكاف ما زالت كيف فتحت المجال لكل نادي الاستبدال اربعه ملاعبيه. البدايه كانت بعلاء الدين ايوب حارس مرمى ثاني لانه تقريبا الشغل الشاغل هو حراسه المرمى بما انه قعد حارس وحيد اللي هو اشرف كرير بما انه البديري خذا ورقه حمراء في لقاء الهلال السوداني، دونك لازم على الاقل يكون عندك حارس مرمى ثاني. بالنسبه للإفكتيف اللي موجود في النجم الساحلي تقريبا في كل مره يبرز ملاعب من اللي موجودين، يعني حتى غياب سليمان كوليبالي عندك كريم العريبي تقريبا هداف دوري ابطال افريقيا حتى التوا بتسعة اهداف، ملاعبي قاعد يتالق افريقيا سجل تقريبا في معظم المقابلات، نلقاو زاده حتى اللاعب الشاب حازم حاج حسن والا غيره من الملاعبيه قادرين على تقديم الاضافه خاصه في المقابلات الكبيره. كل ملاعبي ماذا به يعطي يعني دوبل نتاع المجهود نتاعو. هل ممكن نشوف او من وجهه نظرك تغيير في التشكيل بالنسبه للنجم الساحلي؟ النجم الساحلي تشكيله ثابت يعني في الفتره الاخيره باستثناء طبعا دخول الصفقات الجديده يعني، لكن تشكيل ثابت دائم للنجم الساحلي، هل ممكن نشوف تغيير؟ والله هو فما تكتم كبير على التشكيل لانه تقريبا جاريدو ديما يحاول لاخر لحظات كما كان يحكي كابتن ايهاب تقريبا كما ينجم فايلر يخمم انه يهبط اليو باجي في اخر لحظه ويكون مفاجاه في التشكيله. بالنسبه للنجم ما فماش معناها ملاعبيه لاول مره باش يشاركوا تقريبا الافكتيف الكل يعرفوا ما نتصورش باش تكون فما تغييرات كبيره في اللقاء. بس كابتن في النجم ممكن يلعب بالشكل الاساسي بتاعه لان هو عنده استقرار في الحته دي. كمان كوليبالي لو كان جاهز مش مصاب ما كانش هيلعب وجهه نظري،
لان اللعيبه اللي بتلعب مكانه اعلى منه هدافين البطوله هو وكمان ما وصلش للتوب فورم يعني هو ما وصلش معاهم يعني ما لعبش بالشكل اللي يخليه يبدا مباراه زي دي بالشكل الكبير وجهه نظري. طيب هو بدا في لعب تقريبا في المقابلات لكن كما تعرف الريتم بتاع المقابلات ما نجموش نحكموا على ام لاعبي من المقابله الاولى ربما مع قادم المقابلات نشوفوا سليمان كوليبالي خير من هيك. هناك بعض الانتقادات اللي بتوجه لجريدو هذه الايام محليا يعني لانه تراجع مركز النجم للمركز السادس اعتقد عامل بعض الانتقادات لجريدو، هل ده ممكن يؤثر من الناحيه القاريه من الناحيه الافريقيه؟ لا في الحقيقه ما نتصورش ياثر لانه وقت اللي تشوف المقابله الاخيره امام الهلال السوداني والعوده والسيناريو خاصه كان كابتن يحكي على السيناريو انك تقبل بونتو من الهلال السوداني وبعد ترجع وتسجل ثنائيه وتحقق ثلاثه نقاط ثمينه هذا ظهر زاد انه حتى الملاعبيه عندهم شخصيه يعرف كيفاش يرجعوا في المقابلات ما نتصورش ياثر على الجانب القاري. لكن خسارتك من الترجي خساره النجم يعني من الترجي احنا عندنا هنا الاهلي والزمالك الترجي والنجم لما تخسر من الفريق الترجي فنيا. نعم تتراجع فنيا شويه تتراجع يعني فنيا شويه وتخسر من فريق الترجي اللي هو واحد من الفرق المنافسه الكبيره طبعا ما بين الترجي والنجم والصفاقسي وبقيه الفرق اللي موجوده ولكن خسارته من الترجي ما تؤثرش ما نتصورش على خاطر هذا دوري وحاليا دوري ابطال افريقيا معناها الاوبجيكتيف الاولاني بالنسبه للنجم الساحلي السنه هو دوري ابطال افريقيا يحاول يمشي لابعد ما يمكن تركيزه الكبير زاد على دوري ابطال افريقيا وهذا منطقي ومفهوم لانه غياب منذ 2007 عن اللقب نجم يحاول يرجع للبوابة الإفريقية بلقب جديد إن شاء الله. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن المباراة في عيون الصحافة التونسية ونرجع نكمل مع حضراتكم. حظيت قمة الأهلي وضيفه النجم الساحلي باهتمام كبير من الصحف التونسية لما تشهده مباريات الفريقين في المنافسات الإفريقية من ندية وإثارة. الصحف التونسية سلطت الضوء على استبدال النجم الساحلي لأربعة لاعبين في قائمته بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المفاجئ والخاص بفتح الباب أمام جميع الأندية لاستبدال اللاعبين بالقائمة القارية. قالت صحيفة الشروق النجم قرر استبدال أربعة لاعبين في القائمة الإفريقية سارع بضم علاء الدين أيوب ليكون الحارس الاحتياطي للفريق بداية من مباراة الأحد أمام الأهلي كما سيتم التشاور مع الجهاز الفني بقيادة الإسباني جاريدو لضم كل من رامي البديوي محمد الحاج محمود الجزائري رضوان زردوم مكان كل من كريم العواضي ويانيس طافر وأيمن الطرابلس. أما صحيفة الصريح فأبرزت غياب سليمان كوليبالي عن قائمة الفريق التونسي التي حضرت للقاهرة مؤكدة على لسان اللاعب أن الإصابة هي سبب الغياب عن اللقاء المرتقب. نشرت الصحيفة تصريحات للمدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو التي أعلن من خلالها التحدي وأنه واثق من العودة بنتيجة إيجابية من القاهرة بالذات لأنه يعرف سر الأهلي جيدا وكواليسه على حد تعبيره. أما موقع صحيفة الصباح فأشار إلى أن فريق جوهرة الساحل سيخوض ميرانه الرئيسي بملعب السلام بعدها يحدد المدرب الإسباني اختياراته لقمة الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية في دوري الأبطال. أما موقع صحيفة الجمهورية فأبرز تصريحات العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي الخاصة بنفاذ تذاكر مباراة النجم الساحلي بعد 45 دقيقة فقط. استعرض موقع تونس الرقمية تاريخ مواجهات النجم الساحلي في مصر بالبطولات الإفريقية. قال التقرير إن النجم الساحلي سبق وأن واجه الأندية المصرية خارج قواعده في 11 مناسبة لم يحقق خلالها سوى فوز وحيد على الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2007 تعادل ثلاث مرات خسر في سبع مباريات كان أكبرها أمام الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال 2017 بنتيجة 6-2. طيب أستاذ إيهاب برضو عايز أسألك عن الاستبدال وحاجة غريبة جدا في وسط الموسم وحاجة يعني لأول مرة بنشوفها في الاتحاد الأفريقي
ومفاجأة في نهاية الشهر يقول لك استبدل اللي عايز يستبدل أربع لعيبة. لا احنا يا كابتن خلينا واضحين، احنا اللي مغيبين عن الاتحاد الافريقي، احنا اللي بعاد، اقصد الكرة المصرية والاتحاد. لذلك الأندية التونسية والأندية المغربية مشترية لعيبة ومظبطة نفسها على الاستبدال ده، خلي بالك وعارفة، لأنه لعبتهم كانوا جاهزة. ومعظم الأندية اللي بتلعب في أفريقيا سواء كان الأندية التونسية أو الأندية المغربية، الوداد جاب 11 لاعب. أيوة يا كابتن، هو عارف 11 لاعب، هو عارف عنده المعلومة، عنده المعلومة. وبالتالي أنت الاتحاد الأفريقي زي ما أنت عارف هو ماشي بسكة أنا اللي بدير، مفيش حاجة اسمها أنت بتديني لائحة أول الموسم، لازم تكمل الموسم كله باللائحة اللي أنت مداني. فدي قصة. هل لو كانت الأندية المصرية وأهلي وزمالك وبيراميدز ومصر الأندية اللي بتلعب عارفة إن هيبقى في استبدال في البطولات الأفريقية، مش كانت ممكن تعمل حسابها وتتعاقد مع لعيبة من أجل البطولة الأفريقية؟ طبعا طبيعي جدا. فتلاقي الأندية المصرية الوحيدة اللي إيه، إحنا كلنا اتفاجئنا. يعني أنا من أسبوع تقريبا عرفت المعلومة وقلتها في الإعلام وكده، فباستغراب شديد جدا. وحتى في ناس مسؤولين كلموني قالوا لي انت بتقول ايه؟ قلت لهم يا جماعه انا المعلومه دي جايالي من الاتحاد الافريقي، وانا بقول لكم ان اللي هيستفيد بالمعلومه دي دول الشمال اللي هي جوه الاتحاد الافريقي. جوه الاتحاد الافريقي الدنيا ماشيه. اعتقد حتى النجم ما استفادش كتير بموضوع الاستبدال. والله ممكن ما شاركش برشا للراي. نحكي على الانديه التونسيه، انت حكيت على الانديه التونسيه والمغربيه استفادت اكثر من هنا، وربما يعني توصلها المعلومه اولا، ذري المقر موجود لهنا. اما بالنسبه للانديه التونسيه مثلا، نعطي مثال النجم الساحلي رضوان زردوم مثلا استفاد فقط من علاء ايوب. يعني من علاء ايوب بعيدا فقط. لا بعيدا عن قصه المقر الموجود هنا، اذا استرجعنا قصه مباراه الترجي والوداد والمعركه اللي بتحصل، فواضح الاتحاد الافريقي فين. لا هو واضح الاتحاد الافريقي فين. لا في طاس كمان، فما طاس، هي مش وصلت للعطه القضيه، وصلت للمحكمه الرياضيه الدوليه، لكن مش مربوطه بالكاف فقط، ما قعدتش في الكاف. اما فقدت النجم الساحلي حتى التوا مازال اهل لاعب وحيد اللي هو حارس مرمى ثاني، مازالوا ثلاثه ملاعبيه، واشترطت الكاف تواجد يعني الملاعبيه يكونوا ما لعبوا حتى دقيقه ولا دقيقه في المسابقه. هذا زاد عنصر. كما انت تفاجات، حتى احنا في اذاعه جوهره فهم التونسيه كنا يعني تفاجئنا بالخبر. لا يعني الجزئيه الثانيه ان حتى مش شرط يكون اللاعب شارك في الدوري او حاجه. يعني اكثر ناديين استفادوا الوداد نمره واحد، الترجي نمره اثنين. لا يعني ربما يكون الجمله دي محطوطه للاعب لفرقه مظبطه لعيبه معينه. انت بتتكلم في ان ممكن ما يكونش شارك اصلا، يعني انت هتأيده كده وهتدخله الناحيه الثانيه يلعب. ممكن صح. حتى الترجي الرياضي التونسي تقريبا استفاد من زوز ملاعبيه اللي هو محمد علي بن حموده والا مزيان، اخر زوز منتدبين، مش مثلا بصفه كبيره بتاع اربع ملاعبيه، زوز فقط. النجم الساحلي عنده لاعب فقط ومازال باش ينظر في بقيه الثلاثي اللي نجم ياهله. كما نجم يستفاد منه مثلا الاهلي المصري إذا كان جيت في فترة ميركاتو، كان ينجم يأهل أربعة ملاعبية. يعني مشكلتنا إحنا في مصر إن القائمة بتاعتك المحلية مقفولة، مش ينفع تدخل محلي عشان تدخل أفريقي. يعني أنت الاستبدال هنا المحلي خلاص خلص، فأنت ما مش هتعرف تستفيد باللي فتحه الاتحاد الأفريقي دلوقتي. هذا من سوء حظ الكرة المصرية. أيوه. طيب أستاذ إيهاب، برضو أخيرا عايز أسأل حضرتك عن المصابين اللي جوه النادي الأهلي. يعني يمكن رمضان صبحي، حمدي فتحي، محمد محمود، كريم ندفد، يعني حوالي خمس او ست لاعبين متواجدين في الاصابه. من الممكن، هل ممكن حد فيهم يؤثر؟ ان شاء الله. يعني طبعا التيم اللي موجود بكره واللعيبه موجوده بكره الحمد لله الامور افضل شويه، سواء كان القائمه اللي متاخده لو ما يطلع منها الجزء اللي هيخرج هتبقى على مقاعد البطوله والفرق الاساسيه، لا التشكيله هتبقى كويسه. الفايلر عنده الفرايتي بره وجوه كويس جدا، ورمضان ان شاء الله نزل تدريبات النهارده، قد يكون ان شاء الله دي معلومه بقى جوه سفريه السودان ان شاء الله. يعني ان شاء الله الماتش السبت الجاي، وهو بيؤهل لمباراه السبت الجاي ان شاء الله يكون واقف على رجليه ويلحق. لكن مباراه بكره لا خلاص، هو يعني بره مباراه بكره. لا يعني يعني القايمه اللي موجوده واللعيبه اللي موجوده دي بعيدا عن الاصابات الكبيره اللي هي مؤثره اصلا، لكن خلاص يعني انت مش هتحط يعني حملك عليهم. فبالتالي مباراه بكره بعيد عن الكلام ده، لكن المجموعه اللي موجوده لا مجموعه ممتازه جدا. مين الاقرب ان هو يكسب بكره؟ بص فنيا، خلينا نتكلم فنيا. يعني فنيا النجم عنده صحوه كبيره جدا،
والأهلي عنده صحوة وإصرار. تمنيات المباراة تكون كويسة، لكن تمنيات إن الأهلي يكون قادر يكسب مباراة بكرة. أستاذ أنيس، من وجهة نظرك مين الأقرب إنه يكسب بكرة؟ والله في الحقيقة نتمنى النجم الساحلي هو اللي يكسب، هذه طبعاً طبيعي. نتمنى إنه الفريق التونسي، لكن الأقرب نجم قادر على المفاجأة نتصور، وفي معناها في أقصى الحالات نقطة تعتبر إيجابية جدا للنجم الساحلي إذا كان القى مثلا الأهلي أكثر إصرار يحاول يسكر المنافذ، أما نتصور التعادل باش يكون أقرب في اللقاء هذا. مين اللي حيصعد من المجموعة دي من وجهة نظر؟ من وجهة نظري والله هي هما فما ثلاثة مقابلات هما اللي قلبوا معناها كل المعطيات في المجموعة. فوز النجم على الأهلي في رادس هو اللي أعطى معناها الأسبقية للنجم، بعد الهزيمة متاع النجم أمام الهلال السوداني بعثر الأوراق من جديد في تونس، بعد الوجه الشاحب بصراحة تفاجأنا به متاع الأهلي المصري مع بلاتينيوم في الزيمبابوي، زاد عاود فرق الأوراق من جديد، واليوم الانتصار زاد رجع من سو الماتش داخل خلي بالك مش مؤثر بتاع بلاتينيوم، حتى لو كان الاهلي كسب كان لازم هينتظر. عارف مواجهه الاهلي في النيك؟ مواجهه الاهلي في النيك ارتح شويه كان. هي مواجهه الاهلي في النيك لا خالص، مواجهه الاهلي في النيك اللي هي البدايه اللي فرق. والهلال والنجم لو في فرقه منهم كسبت المنافس الماتشين او كسبت وتعادلت كانت فرقت، انما هم ايه عكسوا الامور هم دول اكتر نتيجه. الاهلي كان كسب البلاتينيوم كان لازم ياخد نقطه من الهلال، لازم صح بعد نتيجه نبتر. النهارده يعني بعد نتيجه فوز الهلال على بلاتينيوم النهارده انت يبقى الهلال تسعة. والاهلي ولو الاهلي كان كسب كان هيبقى تسعة، خلاص الاهلي كسب النجم بكره بقى 12 والهلال عنده تسعة. لو الهلال كسب الاهلي في السودان 1-0 كان هو اللي صعد مع النجم صح كده كده الاهلي كده كده مش فارقه المباراه بلاتينيوم، اما ممكن الزوز مقابلات الفوز متاع النجم على الاهلي والفوز متاع الهلال السوداني على النجم الساحلي في تونس. ربما انت سالتني شكون الاقرب باش يصعدوا في المجموعه هذيا، انا كنت في السودان من في مباراه النجم الساحلي، ايضا حضور جماهيري وكما نعرفوا تقريبا كما الجماهير التونسيه والمصريه عندها الشعبيه الكبيره وتكون دافع، حتى الهلال السوداني تقريبا ملعبه صعيب شويه، لكن انا على الاقرب باش يصعد النجم الساحلي والاهلي المصري. استاذ ايهاب من وجهه نظرك برضو مين اللي هيصعد؟ وجهه نظري هتقول حاجه للجمهور بكره ان شاء الله. وجهه انا طبعا وجهه نظري اللي النجم طريقه اسهل من الاهلي والهلال، يمكن خلاص دي بطاقه نسبه 99% محسومه وان شاء الله الاهلي يستطيع انه يكون بالبطاقه الثانيه في ايده، بقى ممكن اول او ثاني حسب نتائج اللي بتحصل، لكن رسالتي بكره للجماهير دايما انتوا اللي في ظهر النادي الاهلي واللعيب رقم واحد، والصبر من اول دقيقه لاخر دقيقه. انا المباراه بكره فيها سيناريوهات كبيره جدا، لان ما تنسوش ان المنافس اللي قدامك منافس قوي جدا، مدرب شايفك بشكل كويس جدا، هو عنده اكتر من فرصه، يعني هو بكره بيلعب على فرصتين في المباراه، بيلعب يا يخطف مكسب يا يتعادل، ومش حاطط في دماغه ولا لعيبته الهزيمه، لكن الاهلي قادر يعمل ده. في نفس الوقت لو حتى اتهزم عنده فرصه كبيره على ملعبه يحقق، فبالتالي مفيش تركيز خالص والناس ما تبصش لمباراه السودان خالص، مباراه الهلال، والتركيز يكون بكره في ملعب السلامه كابتن ان شاء الله. اشكرك يا استاذ انيس على وجودك معانا، والحمد لله على سلامتك، ودايما منورين بيتكم التاني مصر. الله يخليك، شكرا. وهذه حاجه ديما ناكد عليها طبعا. على العلاقات ما بين تونس طبعا. ومصر والجماهير التونسيه وايضا والمصريه، ان شاء الله نقعد محافظين عليها ديما العلاقات التونسيه المصريه. أنا طيب حياتنا كلها كانت في تونس طبعا، ماتشاتنا الجميله كلها كانت في تونس، احلى ايام، حتى التوانسه قعدوا ايامات حلوه طبعا طبعا أكيد. طبعا بشكرك جدا يا استاذ ايهاب، مشرف ومنور ودايما ببقى سعيد الحقيقه لما بشوفك. شكرا كابتن اسلام، انا اللي سعيد ومبسوط ان الاستاذ انيس موجود معانا وهو يعني منور الدنيا في مصر كلها. ربنا يخليك. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنشوف ايضا لقاء مع احد نجوم نادي النجم الساحلي صدام بن عزيزه، وبعد كده نرجع نستقبل ثلاثه من نجومنا الكبار، هنتكلم بقى فنيا شويه عن هذه المباراه، النجم الكبير كابتن محمد حشيش والنجم الكبير الكابتن عادل عبد الرحمن، النجم الكبير الكابتن أسامة حسني، بعد هذا الفاصل ولقاء صدام بن عزيزة. We'll be right back.
كابتن اسلام شاطر، بجد التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان. عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص بيا النجم الساحلي، واحد من نجوم النادي النجم الساحلي كابتن صدام عزيز وكابتن الفريق ايضا، بنرحب بيك طبعا في مصر، واكيد مباراه غايه في الاهميه وغايه في الصعوبه، استفدته بشكل كبير جدا في المؤتمر الصحفي. لكن لو بكلمك على المعنويات لعيبه النادي النجم الساحلي، مذاكرين النادي الاهلي ونادي الاهلي مذاكركم، لكن انقل الحاله، عاملين ازاي، مركزين ازاي، وشايف الجيم بكره ازاي؟ والله كما قلت يعني في المؤتمر، يعني ديما الضغط الكبير يقول لك على النادي الاهلي مش علينا. بالنسبه للنتيجه اللي صارت بين الهلال والبلاتينيوم هيك، يعني نقولوا نحن زاد الضغط على النادي الاهلي. احنا ان شاء الله حاضرين ماتشونا، صحيح في الدوري ماناش معناتها ماناش لاخين التوازن نتاعنا، ولكن كل حاجه واحده من اولوياتنا هي تشامبيونز ليج. يعني نتصور يعني تركيزنا كله الكبير تبع تشامبيونز ليج، وخاصه مباراه بكره ان شاء الله كونتر الاهلي، ان شاء الله نكونوا حاضرين 100%. جولات كل كيلو معناتها متحملين المسؤوليه كل كيلو، وعارفين المسؤوليه هذه كل. ان شاء الله ان شاء الله بقى الضغط، ان شاء الله نحاولوا نحن ان شاء الله نحاولوا نعملوا مباراه باهيه، ونخليوا الضغط الكل على نادي الاهلي، وان شاء الله نعرفوا كيفاش نربحوا ان شاء الله ان شاء الله. يعني انا كنت متواجد في المباراه الاولى في تونس، مباراه النجم، الجمهور كان رائع بالنسبه للنجم الساحلي، ويمكن كان ليه دفعه كبيره جدا. العكس صحيح، جمهور النادي الاهلي 11,000 متواجدين، اكيد دور الجمهور في المباراه دي بيبقى ليه تاثير كبير جدا. ومعنى مباراه الغد النادي الاهلي متحفز بشكل كبير جدا ان هو فريقه يصعد بشكل كبير ويؤدي اداء مميز، تستقبلوا الامر ده ازاي؟ صحيح والله احنا مستانسين يعني نلعبوا، بطبيعه الحال مستانسين نلعبوا باكثر من 10,000، يعني ما عندناش مشكله نتاع جمهور. ولكن المشكل الوحيد انه تعرف يعني الاهلي عندها ضغط كبير، بنصور الجمهور باش يدز معاها يعني الماكسيموم، ولكن نحن ان شاء الله نكونوا حاضرين ونعرفوا كيفاش نلعبوا ماتشونا. مش مشكله انه نلعبوا، ولكن نعرفوا كيفاش نلعبوا ماتشونا، ونعرفوا كيفاش نروحوا بالنقاط ان شاء الله. بنشكر اكيد كابتن اسلام كابتن صدام بعزيز، ومستمرين معاك من استاد السلام عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص بيا النجم الساحلي. عوده ليك يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد. زي ما حضراتكم شايفين في الاول، خلوني ارحب بضيوفنا ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك كابتن محمد؟ ازيك يا اسلام، شرف ومنور. ايضا النجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن. اهلا كابتن اسلام، اهلا بيك. الله يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن اسامه حسني، شرف ومنور يا كابتن اسامه. الحمد لله تمام، ربنا يخليك. كابتن حشيش، ماتش صعب جدا بكره طبعا، ومع منافس محترم في نفس الوقت الحقيقه. طبعا مباراه صعبه، نجم الساحلي طبعا من الانديه الكبيره اللي لها تاريخ في المسابقه. ظروف الماتش صعبة بكرة، لأن طبعا الـ النتائج واللي حصل من بداية البطولة ومن بداية دوري المجموعات مع النجم الساحلي هناك، وطبعا الهزيمة الغير متوقعة طبعا اللي هي احنا بنقول عليها بفعل فاعل، زائد الخسارة، خسارة النقطتين من ماتش بلاتينيوم، التعادل هناك. انا متخيل يا كابتن، معلش هو مش انا متخيل، هو الوضع كده، ان انت حتى لو كنت كسبت بلاتينيوم كان هيبقى عندك دلوقتي 9 نقط، والهلال 9 نقط، والنجم 9 نقط. تمام، مظبوط، تمام. كسبت كان ممكن تكسب النجم الساحلي هناك لو الظروف طبيعيه. انا بتكلم على بلاتينيوم. بلاتينيوم لكن انت دلوقتي 9-9-9. تمام، وكسبت النجم بكره بقيت 12، لازم تاخد نقطه من الهلال في جميل برضه. هي يعني انا اقصد ان الناس اللي بتقول لك ان ماتش بلاتينيوم ده كذا لا، ماتش حتى لو كنت كسبته هو حطك تحت ضغط برضه شويه، ان انت عندك دلوقتي 6 بونت على الاقل، لازم تاخد منهم 7. 4 لا انت عندك 6 بونت جايين، لازم على الاقل تاخد منهم 4 بونت، مظبوط، تكسب ماتش وتتعادل ماتش. الماتش الثاني كمان بره ارضك مع الهلال السوداني في ارضه في وسط جماهيره، احنا عارفين طبعا المباريات اللي هناك بتبقى صعبه والجماهير طبعا بتبقى يعني غفيره، انما ده قدر النادي الاهلي في الظروف الصعبه، ان بيبان بقى معدن الرجال ولاعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله بكره ماتش روح وجدعنه ورجوله وجمهور، ان شاء الله باذن الله المكسب باي طريقه بقى، يعني اي تشكيل الخواجه يلعب بيه، اي اداء، مش انا بقول بكره مش مهم الاداء، المهم النتيجه. طيب كابتن عادل، تفتكر مستر فايلر حضر للماتش ده ازاي؟ اكيد يعني على فكره الحسبه اللي انت بتحسبها يا كابتن اسلام، ان النادي الاهلي في على الماتش والنتيجه واحده، احنا متفقين تماما على الامر ده، والامر ده مقنع، ولكن ده بالارقام. لكن في حاجه لازم نقولها، انه لما النتائج بتيجي قبل المباراه بتشد، زي المباراه بتاعت بكره، مستر فايلر بيحضر كده. مستر فايلر بيحضر ايه بكره؟
بيحضر على الضغط العصبي اللي حصل النهارده من الهلال، من فرقه الهلال السوداني. مكسب الهلال السوداني كمكسب في الوقت ده في المباراه دي بتحط اللعيبه تحت ضغط. لعيبه النادي الاهلي. بس عامه احنا بنثق في حاجه مهمه جدا. اولا احنا لعبنا النجم الساحلي بره، مستر فايرس شافهم كويس ولعبهم، ممكن يكونوا كسبوك 1-0 فعلا بفعل فاعل. انت كنت افضل منهم رغم انك بتلعب 10 من اول 13 دقيقة. يعني بالتالي احنا ما فيش قدامنا الا المكسب ان شاء الله. يبقى تحضيره تحضير هجومي بحت. ازاي يعمل موجه ورا موجه ورا موجه علشان نقدر يقسم الملعب او يقسم الجيم لتايم اولاني ضغط شرس جدا اكيد شغال بيه. عامه مستر فايرر من المدربين الهجوميين اكتر من الدفاعيين، وما بالك انه بيلعب على ملعبه وبيلعب على ارضه، فتحضيره للمباراه فتحضيره للمباراه هيكون هجومي اكتر، ولكن بحذر برضه. خلي بالك النجم الساحلي من الفرق الصعبه جدا خارج ملعبها، بالذات في دوري المجموعات، لانها كسبت بلاتينيوم بره 3-0 وكسبت الهلال، كسبت الهلال 2-1. الماتش اللي خسرته خسرت على ملعبها من الهلال 1-0، واحنا اتفرجنا على المباراه كان الفرق، يعني احنا بنتكلم عن النجم الساحلي مش النجم الساحلي بتاع زمان، يعني مش بتاع 5-6 سنين فاتوا، ولكن يبقى شمال افريقيا في حته تضييع الوقت، يبقى شمال افريقيا في حته الهدف اللي هم بيجوا عشانه بيبقوا متعبين فعلا. ولكن في الاخر مستر فايدر من وجهه نظر للتحضير للمباراه، السؤال اللي انت سالته انه يجب ان هو يعرف انه هدف زي 2 زي 3 المهم الثلاثة بونت. بحضرتك والكابتن حشيش متفقين على الأهم الثلاث نقاط في هذه المباراة. سما، هل من الممكن أن يفاجئنا بكرة ريني فايلر بأوراق جديدة؟ كل شيء وارد. أليو باجي دخل الفريق، دخل التدريب، رؤية فنية إذا كان ممكن يبدأ أو يكون موجود الجزء أو الشوط الثاني. لكن بكرة اتمنى يعني يكون موفق المدير الفني ريني فايلر في تشكيلته لتبتدي المباراه ان شاء الله. الحاجه المهمه بقى، ومن هنا رسالتي للاعيبه، في مباريات انت بتلعبها ممكن تلعب يبقى مستواك 60% 70% 80%، لكن في مباريات بيحتم عليك الحدث اللي انت موجود فيها والمباراه اللي انت موجود فيها، انت كلاعب لازم تظهر بالشخصيه بتاعتك، شخصيه النادي الاهلي، روح الفنانه الحمراء. ده مش كلام احنا بنقوله، لكن الحدث نفسه اللي موجود فيه النهارده، لو انا بشوف مثلا احمد فتحي بيأدي 90% عايز اشوف احمد فتحي 1000%، عمرو السوليه 1000%، كل اللعيبه، انا بضرب امثله من اللعيبه. فالنهارده المباراه بتحتم على اللعيبه تظهر بشكل قوي. النهارده بعد مكسب الهلال السوداني، معلش اعتقد ان ده دور الجمهور يا اسامه برضه في، ما انا لسه هروح للجمهور. النهارده بعد مكسب الهلال السوداني الناس يعني ايه تحس ان تسللها شويه من الاحباط شويه، لكن لا، النهارده لو انت رجعت وبصيت للارقام يعني الحمد لله لسه ما زالت الامور بايدي لاعبي النادي الاهلي. مش انك تصعد، لا، ده انت تصعد وتشكل المجموعه بشكلك اللي انت عايزه، يعني عايز تصعد اول متاح ليك تكسب النجم، تكسب الهلال. الفرصه الثانيه لو عايز تصعد وتكون ثاني تاخد 3 بونت وتاخد بونت، يعني كل الامور متاحه بالنسبه لك، ودي الحاجه الايجابيه. النهارده انت ما بتبصش نتائج الاخرين، فريق البطل اللي عايز يلعب على بطوله دايما بيدور على نفسه، بيدور على ادائه، بيدور على روحه داخل الملعب، بيدور على القتال بتاعه داخل الملعب. ده اللي يهمني، ده اللي يهمني شكل لعيبه النادي الاهلي، ما يهمنيش مين كسب ولا مين اتعادل ولا المجموعه بقى شكلها ازاي. اكيد في وقت من الاوقات ممكن نتيجه مباراه بتخدمك، تعثر فريق بيخدمك، ده بيخدم، لكن علشان توصل للمكانه دي لازم انت اللي بتدور على نفسك، انت ادائك، اسلوبك في الملعب، روحك القتاليه، اصرارك، عزيمتك. دي مباراه يعني بتبقى مباراه عايزه رجوله في الملعب، عايزه روح قتاليه، عايزه الفرصه لما بتيجي ان انا اقدر اخلص واموت المباراه. ده من البدايه. من النقط المهمه اللي انت اتكلمت فيها دور الجمهور. طبعا. علشان ربنا ان شاء الله بكره يوصل لنا المكسب، نقدر نكسب المباراه، محتاجين شويه حاجات نشتغل عليها. اول حاجه في مباراه بكره توفيق ربنا سبحانه وتعالى. لعيب الكوره محتاج التوفيق، في يوم في الكوره بيقول لك اليوم النهارده يومنا والكوره ماشيه، اي حاجه بتعملها بتمشي، فبكره ان شاء الله توفيق ربنا اول حاجه، ثاني حاجه، ثالث حاجه ان توفيق ربنا يكون موجود ان شاء الله مع لعيبه النادي الاهلي. ثم
دعم الجمهور، جمهور النادي الاهلي ليه دور مهم جدا 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 بكره. بكره ان شاء الله في عدد كبير جدا هيكون متواجد في ملعب السلام. دورك انت كجمهور النادي الاهلي محتاجك، ولاعيبتك محتاجاك في المباراه دي، دي يعتبر اهم مباراه في الموسم. زي ما احنا بنتكلم بنقول على الحلوه والمره، الحلوه لعيبه النادي الاهلي شفت منها اداء رائع في مباريات بمكسب كبير، النهارده هو محتاجك كلاعب، محتاج مساندتك ودعمك من اول دقيقه لاخر دقيقه، ممكن الفوز يتاخر بكره، فالنهارده انت كدورك كجمهور ما ينفعش ان انا استعجل اللعيبه، لا اساند واشجع ودعم اللعيبه علشان دايما الروح المعنويه تكون موجوده للعيبه. احنا بنشوف الفرق التونسيه وبعدد الجماهير وبتعمل ضغط على لعيبه النادي الاهلي لما بتلعب في تونس، فالنهارده دور النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي بكره مهم جدا. الحاجه الثانيه ودي مهمه جدا، انا كجمهور رايح ليا هدف، ليا هدف ان انا عايز اشجع فرقتي، عايز افرح بعد المباراه، ماليش دعوه بالخلافات الجانبيه، ان انا ادخل اتفتشت المدرج انا قاعد مين ضايقني مين قال لي مين كلمني، انا رايح ليا هدف واحد، هدف واحد ان انا اساند فرقتي ادعم فرقتي، فرقتي محتاجاني النهارده، ما ينفعش اخرج انا نفسي كجمهور واخرج لاعيبتي بره تركيز المباراه اللي انا عايزه، فما ينفعش ادخل في حاجات جانبيه مش وقتها، حتى لو موجوده اجنبها واحطها ورا ظهري، ان انا ليا هدف هو واحد. الحاجه الثانيه والحاجه المهمه، في فرص هتتاح في المباراه، اكيد في فرص هتتاح في المباراه، لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله بكره تقدر تصنع فرص زي ما احنا بنشوف في المباريات السابقه كلها تقدر تصنع فرص، بس النهارده التركيز مهم جدا، النهارده ما ينفعش فرصه مع الثانيه مع الثالثه ان انا يعني لا، من اول فرصه لازم في تركيز 100%، خاصه ان عندك فرقه زي النجم الساحلي يعني مليون في المية اسلوب اللعب مش هيتغير زي ما لعب في تونس، زي ما لعب مباراه شفتها انا مباراه الترجي اللي كانت في تونس، كان النجم والترجي زي ما لعبنا احنا برضو هناك في ملعب رادس بيلعب 5-4-1، هو ده اسلوب النجم الساحلي. طيب هنتكلم اكتر يا اسامه عن كل هذه الامور، ولكن خلينا نروح لزميلنا ادهم ندى من الاقصر. الاقصر زي ما انتم عارفين خلال الكام يوم اللي فاتوا كان في حفله معموله هناك، الحقيقه حفله جميله جدا لافتتاح او الترتيب لافتتاح مقر للنادي الاهلي في الاقصر، فخلينا نروح بقى لزميلنا ادهم ندى يقول لنا برضو راي جمهور الاقصر في مباراه غدا ان شاء الله. اتفضل يا ابراهيم. اتفضل يا ادهم. برحب بيك كابتن اسلام الشاطر، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، واكيد الترحيب موصول لكل ضيوفك في الاستوديو نجوم ملعب الاهلي كابتن اسامه حسني وكابتن عادل عبد الرحمن كابتن محمد حشيش من داخل احد مقاهي الاقصر، المدينه الجميله، المدينه اللي بتحتضن فرع النادي الاهلي الجديد. هنرصد انطباعات الجماهير وارائهم حول مباراه النادي الاهلي ونادي النجم الساحلي ان شاء الله غدا في دوري ابطال افريقيا. بالتوفيق، كل التوفيق للنادي الاهلي، واكيد هيوجهوا رسائل لنجومنا نجوم فرقه نادينا الحبيب النادي الاهلي. نتعرف عليك؟ نتعرف عليك؟ محمد مصطفى. محمد قول لي بقى شايف الماتش ازاي والنتيجه تتوقعها ايه؟ ان شاء الله الماتش هو صعب شويه بس ان شاء الله برجالتنا وقوتنا 2-0 ان شاء الله. مباراة هامة أكيد، مباراة إن شاء الله النادي الأهلي يتوفق فيها، تتوقع إن شاء الله النتيجة إيه؟ إن شاء الله هيبقى 2-0، وليس المرمى المتوقع إن شاء الله، بس إحنا نلعب بطولة يعني البطولة إن شاء الله التاسعة تمتعتنا إن شاء الله. رسالتك للعيبة النادي الأهلي رسالة مهمة أكيد من جمهور النادي الأهلي. إحنا لعيبة رجالة بإذن الله وهيرفعوا راسنا بكرة وإن شاء الله 2-0. توقعك للمباراة شايفها إزاي؟ إن شاء الله اللعيبة تلعب برجولة. البطولة بتاعتنا إن شاء الله، ماتش إن شاء الله يخلص 2-0. عايز أقول لك كابتن إسلام الشاطر مستمرين طبعًا في تغطيتنا الخاصة من داخل المقهى، عايز أقول لك إن المقهى أهلاوي جدًا، جميع الجماهير اللي موجودة هي جماهير أهلاوية مستمرين في رصد انطباعاتهم. نتعرف عليك؟ حجاج. قول لي نتيجة الماتش إن شاء الله. إن شاء الله 3-0 للنادي الأهلي. إن شاء الله. رسالة توجهها للعيبة. ربنا كده يكرمهم ويفوزوا ويشدوا حالهم ويلعبوا كويس يعني إن شاء الله. نتعرف عليك؟ أحمد. أستاذ أحمد قول لي بقى نتيجة الماتش شايفها إزاي؟ بإذن الله 3-1. رسالة توجهها للعيبة. إن شاء الله ربنا يسهل لهم ويفوزوا إن شاء الله، ونفوز 3-0 إن شاء الله. معانا مجموعة عزيز كابتن اسلام الشاطر، معانا مجموعة من الشباب اللي هنتعرف على ارائهم حول المباراة، طبعا مباراة هامة، مباراة النادي الاهلي والنجم الساحلي.
قول لي شايف الماتش ازاي؟ باذن الله اللعيبه هتلعب ماتش حلو بكره ويكسب الماتش وان شاء الله نكسب 2-0 باذن الله. قول لي رساله بقى توجهها للعيبه. لا ان شاء الله يعني يلعبوا رجاله في الملعب وده متعودين عليه احنا يعني بس ان شاء الله يعني 3-0 ان شاء الله. شايف الماتش ازاي؟ ماتش ان شاء الله مكسب الاهلي وان شاء الله نكسب 3-0. رساله بقى توجهها لنجوم النادي الاهلي اكيد رساله مهمه قبل الماتش المهم بكره باذن الله ما بين النادي الاهلي والنادي النجم الساحلي. باذن الله الاهلي اول اخر بيلعب باسم مصر وان شاء الله اللعيبه هيكونوا في حالتهم وان شاء الله يكسب ويصعد ان شاء الله. قول لي تتوقع النتيجه كام ومين اللي هيجيب الاجوان؟ ان شاء الله 2-0 الاهلي علي معلول اي جاي. قول لي نتيجه اللقاء شايفها ازاي؟ ان شاء الله هو ماتش صعب طبعا يعني لا بديل عن الفوز ان شاء الله بس باذن الله 2-0 للنادي الاهلي. شايف نتيجه اللقاء ازاي؟ هو ماتش صعب طبعا بس ان شاء الله يعني لعبتنا هيبقى اداء مشرف هنفوز ان شاء الله 3-0. ما زلنا كابتن اسلام الشاطر في تغطياتنا الخاصه والخاصه جدا من مدينه الاقصر المدينه الجميله المدينه اللي بتحتوي على ثلث اثار العالم. معانا مجموعه من الجماهير اللي هنرصد ارائهم وانطباعاتهم حول المباراه. تعرف عليك احمد افندي. قول لي بقى نتيجه الماتش شايفها ازاي؟ ان شاء الله باذن الله هتبقى 3-0 للاهلي باذن الله واجاي هيجيب جون وليد وشحات باذن الله. رساله للعيبه من جمهور النادي الاهلي بيقولوا ايه لعيبه النادي الاهلي؟ هو ان شاء الله وعدونا البطوله تكون في الاهلي السنه اللي فاتت وقفنا معاهم وان شاء الله يجيبوا لنا البطوله زي ما وعدونا باذن الله. ما زلنا اعزائي المشاهدين مع جماهير النادي الاهلي الجمهور رقم واحد الجمهور اللي بيدعم دايما فرقه النادي الاهلي. قول لي شايف الماتش ازاي؟ باذن الله هو هيكون ماتش صعب بس باذن الله هنفوز 3 ان شاء الله. قول لي رساله بقى توجهها للعيبه شايفك عمال تفكر وشكلك عمال بتتوقع الماتش قول لي بقى النتيجه ان شاء الله. لا ان شاء الله 3-0 باذن الله. رساله بقى توجهها للعيبه. لعيبه بقول لهم ما تخافوش احنا وراكم ومعاكم في اي وقت وان شاء الله الفوز يعني جاي. عايزك بقى تقول لي رساله توجهها للعيبه ماتش مهم ماتش ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي هيحسمه شايف نتيجه اللقاء ازاي؟ ان شاء الله باذن الله يعني هنكسب مش اقل من 3-0 وباذن الله اللعيبه يكون قد المسؤوليه واحنا وراهم وفي ظهرهم. واضح طبعا مشاهدينا مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان الثقه اللي على جماهير النادي الاهلي الثقه اللي فيها جمهور النادي الاهلي اللاعب رقم واحد في بطولات النادي الاهلي. اتعرف عليك؟ عبد العاطي حضرتك. قول لي توقعاتك ايه للماتش؟ ان شاء الله باذن الله 3-0 النادي الاهلي. رساله بقى توجهها للعيبه. ان شاء الله ربنا معاهم باذن الله ويكونوا على قد المسؤوليه ان شاء الله باذن الله باذن الله. سمتك واضحه بقى قول لي يعني واثق ان شاء الله ان النادي الاهلي باذن الله بكره هيحسم اللقاء؟ باذن الله 3-0 ان شاء الله. ما زلنا اعزائي المشاهدين مع التغطيه الخاصه. ادهم وسلم لنا على كل الناس اللي عندك وقول لهم بنشكركم جدا وانا شخصيا بتفائل جدا بالاقصر وباهل الاقصر. ناس كلها بتضحك وناس كلها جميله وحاجه جميله جدا وحاجه رائعه الحقيقه. يعني ان شاء الله بابتسامه التفاؤل الاخيره اللي كانت موجوده مع زميلنا ادهم من الاقصر اعتقد ان شاء الله بكره تكون مباراه ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها واحنا بكره هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشره في تمام الساعه السابعه قبل المباراه بساعتين ان شاء الله هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشره. كابتن حشيش فايلر بكره ممكن يلعب باثنين راس حربه؟ لا ما اعتقدش ما اعتقدش هو يلعب برضه بطريقته العاديه. هو كل مره الحقيقه بيفاجئنا بقى بالاشخاص يعني باللعيبه ممكن يعمل تركه كده في لعيب او اثنين في الملعب انما انا اتمنى لو على امنياتي بقى كنت افضل بكره حته الديفندرات الاثنين ديفندر اليو ديانج مع عمرو السوليه انا كنت افضل ان واحد بس يكون هو الموجود وطبعا دي حاجه غريبه ده هو انت عارف ان بكره مين انت عارف مين اللي هيلعب احنا اعتقد ان هو هيلعب الاثنين بس انا لان هو دايما ما بيغيرش في الحته دي يعني انا اتمنى طالما بكره ان شاء الله باذن الله في ناحيه هجوميه كبيره جدا لان انت ان شاء الله باذن الله من اول دقيقه لازم تبقى ضاغط وتهاجم بكل قوتك اتمنى ان قفشه يبقى موجود على حساب واحد من الديفندرات وهو عمرو السوليه يعني يخلي ديانج ممكن مدافع. يبقى في قفشه ممكن يبقى في لا ما انا حاطط قدامه بقى وليد سليمان لان وليد من الناس اللي لازم تبقى موجوده في الملعب بكره ماتش بكره عايز هدوء اعصاب واحد زي 10 انت المهم الثلاثه بونت بكره انت عايز لعيبه خبرات
لازم تهدي الاعصاب اللعيبه اللي حواليها، لان هيبقى في استفزاز من الجانب الثاني. نجم الساحلي رغم ان هو جاي مش عايز حاجه من المباراه، انما هو عايز ممكن يقول لك اخلص على البطل من من من, من دلوقتي عشان ما يتعبنيش بعد كده، ممكن اقابله بعد كده في الادوار اللي بعد كده. فهو عنده مثلا يعني، فهو يهمه برضه ان هو مع النادي الاهلي يخلص على النادي الاهلي على فرقه كبيره ان شاء الله مرشحه للبطوله من مصر. انما هو طول ما هو بيلعب هو مش مستعجل على حاجه، انت اللي المفروض انك تكون هدفك ان انت تبقى ضاغط من اول دقيقه. فعشان كده انا بقول لك لازم يبقى فيه حد من الديفندرات بيبقى عنده النزعه الهجوميه. كابتن عادل، النجم الساحلي بقى بيلعب ازاي؟ النجم الساحلي يعني عايز اقول لك يمتلك لعيبه كانت في بدايه دور المجموعات او في بدايه الادوار التمهيديه ليها كانت ما عندهاش، عايز اقول لك تحس ان هم مش فت، تحس ان هم مش قليلين، كانوا قليلين، ولكن بداوا في التحسن. يعني عنده مثلا كشريده من اجمد اللعيبه اللي موجوده بيلعب ناحيه اليمين، بغطاس عنده، هاب المسكني عنده، فراس بالعربي وعنده امين بن عمر. امين بن عمر من اللعيبه الكويسه قوي، بس هو كان مصاب ولسه راجع يمكن. وصدام بن عزيز افتكر ان هو مش هيلعب كتير، وسليم بخشوش ومرتضى بن والناس، وعنده الهداف اللي هو كريم العربي هداف البطوله في الوقت الحالي عنده 9 اهداف. يعني فرقه بالعربي فرقه تقدر تقول عليها اولا بيعرفوا يغيدوا حته الهجمه المرتده، دي رقم واحد. حتى كمان لما كانوا بيلعبوك وبيلعبوا النادي الاهلي في النجم الساحلي كانوا بيلعبوا على الهجمه المرتده، حتى لما بقوا مع 10 النادي الاهلي كانوا بيلعبوك برضو بالهجمه المرتده، عندهم سرعات. دوري المجموعات اثبت ان هم بيعرفوا يلعبوا خارج ملعبهم، بدليل انه كسب بلاتينيوم 3-0، كسب الهلال خارج ملعبه 2-1. يعني بيعرف يعمل الهجمه المرتده، بيعرف يعمل هدفه. هو طريقه اللعب بتاعت جريدو طول الوقت مع نجم الساحلي بيلعب 4-4-1-1، بس بيطورها ل 4-5-1. دي كتير، مش بيطورها ده بيدفعها. يعني هو لا هو يعني انا عايز اقول لك حاجه، دائما جريدو عنده مشكله في حته الكاتشانه طول عمره معروف بكده. يمكن انا اعرفه كويس لان انا لعبته، فانا اعرف ان هو عنده حته الخوف في الكاتشانه شويه، وبالذات لما بيلعب في ملعبه ولما بيلعب تحت ضغط جمهوره هو. لكن لما بيجي يلعب بره بيبقى عنده اريحيه شويه، لانه هو يجيد كتشانة الدفاع، ما بيجيدش سوري في الهجمة المرتدة، بيدافع كويس ويعمل هجمة مرتدة بيجيدها، عشان كده بيلعب بره ملعبه كويس. فرقة النجم الساحلي عنده مستين كانوا مفتقدين في البداية، عنده السرعات وإنهاء الهجمة بسرعة، عنده الكرة الطويلة. حتى لو شفت الطرد بتاع أيمن أشرف الغير مستحق في بداية في المباراة الأولانية، تلاقيها لعبة طولية. في ماتش الهلال كل اللعب واللعب الهدف الطولي. اللي جه فينا والهدف اللي جه فيك لعبة برضو طولية، عندهم التحرك من وراء لقدام أو بنص الملعب، عندهم الكرة الثانية هايلة في الوقت الحالي. يمكن أنا تابعتهم في كذا مباراة، منهم مباراة كان الاستحواذ في الكرة الثانية عندهم كبير قوي، ولكن بيعملوها داخل ملعبهم، خارج ملعبهم بيعمل الاستحواذ بتاع الكرة الثانية في الناحية الدفاعية. يعني تبص تلاقي الرصة بتاعتهم رصة منضبطة، ناحية الدفاعية ناحية منضبطة، عندهم الأظهرة بيقدروا ان هم يضموا للداخل وبيعرفوا بيلعبوا برجليهم الاثنين. عنده ظهير يمين بيقدر، هو ظهير المنتخب كشريدة، وجد كشريدة بيقدر يلعب بيه بطريقة كويسة. فبقول لك ان دايما النادي الاهلي يحط في دماغه زي ما الكابتن حشيش قال كلمة مهمة جدا، قال ممكن الهدوء، عندك حماس، كابتن اسامه قال لازم يبقى عندنا حماس قوي، والكابتن حشيش قال يبقى عندنا حته الهدوء. انا بزيد بقى حاجه مهمه جدا في مباراه بكره، وده مهم قوي. اولا كل لاعيبه افريقيا وكل انديه افريقيا بيخافوا من جمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي طول عمرنا على تاريخ افريقيا لعبنا فرق كتير قوي، الجمهور النادي الاهلي فعلا اللاعب رقم واحد، مفتاح المكسب. انا شخصيا لما بشوفهم بحس ان بيدونا قوه، وبيدونا قوه قويه جدا. عشان كده بكره ان شاء الله عايزين الجمهور ده يقف جنبنا ويقف جنب النادي الاهلي بصوره جيده قوي، لان هو طول عمره
هو اللي بيكسبنا دي حقيقة صح. ولازم نعترف بيها. جمهور النادي الأهلي جمهور عظيم، جمهور كبير، بنلاقيه في أي وقت، بنلاقيه في أي مباراة إحنا كنا بنتعثر فيها، الجمهور اللي كان بيشيلنا تمام حقيقة. وإن شاء الله جمهورنا، وأنا براهن على جمهور النادي الأهلي بكرة، وبراهن على حماس جمهور النادي الأهلي، وبراهن تمام. إن لعيبة النادي الأهلي لما بيشوفوا جمهورهم ان شاء الله يعملوا اداء متميز ان شاء الله. اسامه بكره غيابات مهمه اعتقد، الساحلي وليد كردان وسليمان كوليبالي والحناشي وياسين الشيخاوي. اعتقد يعني خلينا نتكلم على ياسين الشيخاوي تحديدا لان هو أحرز اعتقد الهدف. نعم احرز الهدف في الهدف هو محرك الرئيسي في فريق النجم الساحلي. هل غيابه سيؤثر سلبيا على الفريق ولا جريدو عارف يعمل مجموعه بدله كويسه؟ أكيد العناصر الموجودة كلها عناصر أساسية وعناصر مؤثرة. بكرة فريق النجم الساحلي ممكن أقول لك التشكيل كمان اللي هيبتدي بيه بكرة. اتفضل يا ريت. احنا قلنا هيلعب 5-4-1، أشرف كرير ده حارس مرمى، هيلعب 3 في قلب الملعب، عمار جمل وكوناتي وزياد بغطاس، هيلعب 3 استوبارات. فاكر اللي احنا كنا بنلعبها زمان 3-5-2 أو 5 بتتقلب في الدفاع 5 3-4-3 بس فهو هيلعبها كده 3 في قلب الملعب، يعني مش هيلعب باثنين في قلب الملعب، هيلعب بثلاثة عمار الجمل وكوناتي وزياد بغطاس، هيلعب الباكين ورا ناحية اليمين وجدي كشريدة وناحية الشمال مرتضى بن والناس، ده باك ليفت، يبقى كده بيلعب 5 في الناحية الدفاعية، بيأمن خطوطه عرض الملعب كله بخمس لاعبين تمام. هما دول 5 لاعبين في خط الوسط الأربعة، مالك باعيو ومحمد المسناني وأمين بن عمر العائد الجديد من الإصابة وهو من العناصر الأساسية ولعب كمان مباراة الترجي اتفرجت عليها، أمين بن عمر من اللاعبين المميزين، مجهوده كبير جدا في نص الملعب بيجري كتير، والرابع بتاعهم إيهاب المساكني، دول الأربعة في وسط الملعب. وكريم العريبي، كريم العريبي ده المهاجم الوحيد، ده المهاجم الوحيد في الناحية الدفاعية، هتبقى 5-4-1. النجم الساحلي انت لما بتدافع ممكن تدافع في نص ملعب، تعمل دفاع متقدم على الدايرة تلتين ملعب، لا النجم الساحلي استنى بكرة هيلعب تلت ملعب، هيلعب تلت ملعب من اول ماتش يا اسامة، من وجهة نظر من اول مباراة يعني هو هينزل هيلعب كده، لعب بالشكل ده في مباراة النجم الساحلي مباراة الهلال السوداني، الهلال السوداني لعب بنفس الشكل، كان ده نفس الشكل اللي لعب بيه النجم الساحلي، وكمان الهلال السوداني وقتها خلق فرص كتير جدا لكن ما قدروش يستغلوها. خطورة النجم الساحلي في الكرات الثابتة، الكرات الثابتة مهمة جدا، بيجيدوا هما الكرات الثابتة، النادي الأهلي بكرة لازم يكون في الكرات الثابتة سواء الركنيات أو الفاولات خارج ال 18 اللي فيها رقابة، لازم تمسك بالأسماء او بتلعب فيه، ممكن مدرسه تانية يقول لك بلعب على المكان، بتشوف الدوري الانجليزي بيرص المدافعين ورا بعض بتغطي كل المساحه، وفي مدرسه تانية لا فلان مع فلان فلان مع فلان في المحاضره. فالنهارده الكرات الثابته مهمه جدا بكره في طريقه لعب النجم الساحلي. طيب النادي الاهلي النهارده لما انت هتلعب ضغط عالي من بدايه المباراه هيبقى في عندك كثافه هجوميه، انت الشكل الدفاعي بتاعك مهم جدا. هنتكلم على النادي الاهلي ولكن خلينا برضو ناخد النقطه الدفاعيه اللي هيلعب بيها نادي النجم الساحلي. النجم الساحلي انت عندك خلي بالك هيعتمد اكتر على الاطراف برضو. الاطراف انت النهارده لما يبقى عندك تكدس دفاعي او تكتل دفاعي 5-4 مفيش مساحات، ايه الواجبه من لعيبه النادي الاهلي سواء الخط الهجومي؟ النهارده ما ينفعش اخلي النجم الساحلي يعمل عليه هجمه مرتده، فلازم يبقى عندك ضغط عالي من كل الناس اللي بتدي، بفقد الكره بعمل الضغط في المكان اللي انا بفقد فيه الكره. الكره فيها الحاجه الثانيه التحرك بدون كره ده مهم جدا، بيخلق المساحات. ما ينفعش النهارده النادي الاهلي لو بيلعب 4-2-3-1 اللي ناحيه اليمين بيبدا ثابت، لا ممكن اضم لجوه عشان ابدا اخلي الاطراف تشتغل، لان الاطراف في مباراة اللي بيبقى فيها تكتلات دفاعية مهم جدا، تشوف سواء أحمد فتحي ومحمد هاني الظهرين اللي يلعب فيهم يقدر يشتغل، فاللي بيلعب قدامه لازم يشتغل لجوه. ونفس الكلام الناحية التانية، الحاجة المهمة جدا دي بقى ما شفناهاش في المباراة الأولى، بالرغم إنك أنت كنت بتلعب ناقص ومسيطر على المباراة، ممكن تكون حتة إنك ناقص عنصر، حتة إنك أنت النهاردة المهاجم بتاعك لازم يبقى فيه مهاجم تاني في ال 18. كل الكرات العرضيه والتكدس الدفاعي لما يبقى عندك 3 في قلب الدفاع ما ينفعش يلعب عليهم واحد، لازم الراجل اللي بيلعب تحت المهاجم سواء قفشه هو سواء وليد سليمان. انا بس بتكمل النقطه دي يا اسامه، هل دلوقتي جريدو لعب في ماتش الترجي بهذا الشكل؟ مباراه الترجي لعبها لعب اربعه بس كان نفس الشكل مختلفه يا اسلام. لا بس يعني برضه شفت انا المباراه النتيجه الترجي
الترجي فريق كبير وبرضه منافس وكذا وكذا، لعبها بشكل صريح في مباراة الهلال السوداني. الهلال السوداني الهلال السوداني لعبها بالشكل ده وكان في تكدس، ولعب كمان تلت ملعب اللي كان عند ال 18 بتاعه، كان في تحرر شويه. ليه؟ ان الهدف جه بدري فيه شويه في مباراه الترجي. الكره العرضيه اللي اتعملت من على 18، الناس كلها دخلت على 18 واتعملت على الارض وكان فيها تسديده قويه. الهدف اللي جه في حوالي 25 دقيقه في بدايه المباراه فتح شويه، يعني فتح دفاعات النجم. علشان كده بكره ان شاء الله مهم جدا حته الفرص، الفرص بكره التركيز طيب. وهدف مبكر يقدر كمان يخلق لك مساحات اكتر في مباراه النجم وفي دفاعات النجم. طيب خلينا نطلع نشوف هذا التقرير، الغيابات تضرب الاهلي والنجم في موقعة السلام. نقاش حاد جدا، حد يعني حد يعني كابتن عادل وكابتن اسامه وكابتن حشيش الحقيقه في الهوا. كابتن عادل اعترض قال له اسامه لا اسامه الهلال او النجم مش هيلعب بثلاث لاعبين. لا ما يلعبش ثلاثه في الوقت الحالي بليبرو، انا هو ممكن يلعب ثلاثه ولكن يلعبها فلات. ليه؟ لان في الوقت الحالي في العالم كله اي مدرب لو جه لعب بليبرو اتاخر، اي فرقه برضو بتلعب دلوقتي براس حربه واحد زي النادي الاهلي بيلعب براس حربه واحد واحد تحت، مين في الاثنين السير دي باكات اللي هينزل يمسك لو لعب وليد سليمان او لعب قفشه؟ مين اللي هيمسك ده؟ هياخد واحد من النص الملعب ولا واحد من الاثنين؟ طالما بتلعب ثلاثه يبقى ما فيش واحد من الاثنين السير دي باكات هينزل بتاع نص الملعب، يبقى انت كده بترجع لطريقه الايه؟ الاربعه، يبقى الليبرو هيطلع سير دي باك ثاني، تمام؟ ولكن في حاله لما بتلعب ثلاثه فلات بياخد مين؟ بياخد الطرف من الطرفين وبياخد الاربعه بتاع نص الملعب، بياخد اللي هو قدام الفراوده. علشان كده بقول انه لو النجم الساحلي مشكورا بكره لعب بحته الليبرو دي اقول له شكرا، لانه هيديني اتنين لعيبه زياده، لان لما يجي يلعب بليبرو هيلعب بسير دي باكين يبقى ثلاثه، هيلعب باك يمين، هيلعب بباك شمال، ادي خمسه. على كام واحد من النادي الاهلي؟ هيبقى على ثلاثه، واحد ناحيه اليمين، واحد ناحيه الشمال، واحد راس حربه، يبقى خمسه على ثلاثه. يبقى اتبقى للنادي الاهلي كام لعيب زياده؟ اتنين لعيبه زياده. هيجي الاطراف هياخد اللي انا بقوله ده من خلال مباراه الهلال هناك، ومن خلال مباراه احنا لعبناها معاهم واحنا ناقصين. يعني انت مطرود منك في اول 15 دقيقه لاعب كان ممكن يتحرر من الاسلوب ده، لعب برضه بالشكل ده. خلي بالك ده هو بيعمله تحسبا للنادي الاهلي، علشان واحد زي وليد سليمان، واحد زي قفشه بيزق وبيطلع راس حربه، واحد زي اجاييه لو عندك راس حربه وهو تحت بيزق وبيطلع، فهو بيامن الخطوط الدفاعيه بتاعته بالاربعه في الكره لما تبقى عليه. ده شفناه في مباراه الهلال. الهلال دايما النجم الساحلي كانت في السودان، كانت في السودان. النجم الساحلي من الفرق اللي بيامن دفاعاته بشكل كبير جدا وبيلعب على غلطه للمنافس. شفنا تمركز غير صحيح في مباراه الهلال قدروا يعملوها وخلصوا بيها المباراه على كره ثابته، فهي النجم الساحلي بيشتغل بالاسلوب ده مع اختلاف وضع الماتشين. انا مش معلش يا كابتن حشيش، بس اقول للكابتن اسامه كلمه واحده، هو مش الاختلاف في الثلاثه بس في شكل الثلاثه. شكل الثلاثه فلات ولا يعني ليبرو؟ فلات ولا ليبرو؟ لا لا مش ليبرو، ثلاثه فلات والباكين معاهم ثلاثه يعني خمسه برضه. خمسه يعني خمسه. هو خمسة. لا الخمسه الثلاثه طالما لعبتهم فلات هيبقى ثلاثه اربعه ثلاثة. بس برضو تعديلة أنا في رأيي إن ما بيبقاش برضو ثلاثة فلات فلات، يعني لازم برضو واحد أنا بقول كده أنا نفسه برضو يعني سنة. أنا حتى في ماتش الهلال يبقى الثلاثة كابتن، أصل إحنا اتفرجنا على ماتش الهلال. أوكي ماتش الهلال كان اللي هو أنا بس ناسي اسمه، هفتكر اسمه دلوقتي، كان دايما بياخد خطوتين ثلاثة ورا المدافعين اللي هو إيه الليبرو ما كانش بيلعبها وضع طبيعي لازم ما كانش بيلعبها ليبرو واضحة الليبرو بتاع زي اللي هو عماد النحاس وكده مش موجود، ولكن او محمد حشيش يعني ما انا كنت لسه ببص لك او محمد حشيش يعني معاك ليبرو قاعد يعني مش انا عماد بس جيلو عماد هو الليبرو ايوه صح أيام لا ليبرو برضه كنت ليبرو بس دباك لا ليبرو ده سير دباك لا لا ليبرو والله طب ما عندكش ليبرو زي محمد حشيش انت فاهم مش قصدي ده ولكن قصدي اللي هو اللعيب اللي هياخد خطوتين ثلاثه ينزل بس خطوتين ثلاثه علشان ايه يا كابتن اسلام عشان اسامه كده اللي هيلعب بقى ناحيه الشمال على الهلال ناحيه اليمين علشان المان تو مان ولا عشان سرعات الفرود الواحد سرعات. لا انا اقول لك عشان سرعات الفرود الواحد الواحد ما هو على فرود ما هو النادي الاهلي انا عايز اقول لك حاجه النادي الاهلي اي واحد اتفرج عليه لازم يعرف انه بيلعب بفرود وبيلعب بطرفين صح
وبيلعب تحتيهم واحد. صح. يعني بيلعب 4-2-3-1. اي مدرب وجريده ده درب النادي الاهلي وعارف امكانياته. فاي فرقه هتلعب بالطريقه دي مع النادي الاهلي لما يجي يلعب هيبقى احسن للنادي الاهلي يعني؟ اه طبعا. لو لعب بص يا كابتن عادل لو لعب في المباراه الاولى مع الاهلي هو عمل ايه؟ ادى للنادي الاهلي استحواذ، وانا واقف لعبت النادي الاهلي مستحوذه وانا واقف وبلعب على المرتد، فالنهارده مش هيفرق معاه العب اربعه ولا ده بالعكس هو بيامن نفسه بثلاثه ان انا هديك الاستحواذ واعمل انا المرتد. طيب اسلام عشان بس عشان يعني اهم حاجه في الموضوع دوت ان المباريات ظروفها مختلفه. انت في البدايه على ارضك غير النهارده، انت متصدر بتكلم على النجم، انت متصدر وجاي مش مستعجل. ماتش الهلال السوداني كان لازم يهاجم لانه لازم يلحق نفسه، لازم يكسب لانه اتغلب على ارضه فلازم يلحق، فلازم يعمل الثلاثه عشان يضغط الفرقه. انت فاهم مقصودي؟ المره دي هو مريح خالص، هو يعني جاي كل ما الوقت بيعدي انت اعصابك انت اللي بتبوظ وانت اللي تبقى مستعجل وانت اللي تبقى كذا. انت عايز يامن لك اول حاجه خطوره النادي الاهلي الاطراف الشمال واليمين، الحته النادي الاهلي بيلعب فيها اللي هي بين المساك والباك. عشان كده انا يعني زي ما اسامه بيقول ان هو هيبقى في واحد يلعب كاليبرو في الحته دي، دي خطوره النادي الاهلي لان من القلب هيبقى مليان يلعب ليبرو علشان يعمل ليبرو يعني. لا انا برضو يا كابتن يعني حشيش لو عمل هيعمل عمق عمق يوسع للنادي الاهلي المساحات. بالظبط تمام. كابتن حشيش اقول لك حاجه، كتير من الناس فاهمه ان طريق الثلاثة خمسة اتنين دفاعية أكتر. لا أربعة هي اللي دفاعية أكتر. صح. ليه؟ أربعة أنت بتلعب باتنين ليبرو، أما ثلاثة أنت بتلعب بليبرو واحد. الأربعة الليبروين اللي هو الباك رايت والباك ليفت بيغطوا العكسية، بيغطوا عكسية يعني تمام. في أي وبعدين طريقة اللعب بتاعت أربعة بتأهلك لثلاثة اللي هو إيه؟ لما زي عندنا في النادي الاهلي واحد بيكمل لما بيطلع علي معلول بيدخل احمد فتحي كثالث، لما بيطلع احمد فتحي بيقف علي معلول، ممكن يقف قدام شويه ما بين علي معلول وما بين احمد فتحي في فرق كتير. علي معلول هجومي اكتر فتلاقيه بينزل في وسط الملعب بينزل السوليه يبقى كثالث تحت، لكن الناحيه الثانيه العكس صحيح ان احمد فتحي عنده المهاره بتاعت الدفاع والوقفه بتاعت الدفاع. طب احمد خلي بالك انت معايا بقى في حته الديفندرات اللي قلت عليها انا بتاع النادي الاهلي في حد انا لسه كنت هتناقش مع حضرتك في الموضوع ده، لانه هو بيلعب على فكره بعمر السوليه بيبقى يعني هو اللي بيبقى لو بكره لعب اليو ديانج وعمر السوليه هيبقى عمر السوليه بيبقى زي خامس في خامس في نص الملعب الهجوم المهاجم سوري يعني خامس جنب مثلا وليد او قفشه اي واحد فيهم اللي هيلعب تمام فاهم قصدي حضرتك بيبقى دايما اليو هو اللي واقف تحت بيبقى قصدك رابع مع الثلاثه اللي قدام غير راس الحرب غير راس الحرب تمام يعني بالظبط مع الثلاثه اللي قدام كانك بتلعب 4-1-4-1 بس انت عايز واحد برضو يكون يجيد الثرو باس لان المساحات هتبقى ضيقه فانت عمرو محتاج الثرو باس يعني قفشه بيمسك كرة اكتر انا في رايي ده هو اصل يعني لا ممكن يلعب قفشه جنبه وليد يقعد او ممكن يلعب وليد وقفشه يقعد انا محتاج عارف. انا بقى اللي انا بقوله ان انا محتاج وليد وقفشه في الملعب بكره الاثنين انا وديانج يقف تماما يا كابتن بص يا كابتن حجي انا محتاج الموجه الثانيه اصله الموجه الثانيه بمعنى ايه يا كابتن الناس عايزه الموجه الثانيه اللي هي ايه انا دلوقتي لما لاعب وليد سليمان من الاول ما عنديش البديل اللي بينزل يغير لي شكل المباراه وليد سليمان في الوقت الحالي تمام من اللعيبه اللي تقدر تقول عليها جيم تاني للمدرب اللي هو تمام. بياخد بيثق فيه فبينزل لو انت خسرت اتنين لعيبه جوه الملعب وخسرت الطريقه وما جابوش جون مين اللي يحول لك الطريقه انت برضو بتلعب على حته ان انت برضو انت عايز يعني انت تريح عايز تعمل نفسك بدل. يعني انت عايز تعمل ريسك المباريات مع بتوع شمال افريقيا ما ينفعش معانا من الاول لانهم عندهم دفاع كويس منظم عندهم فكر كويس تكتيكي في التقفيل عندهم تضييع وقت كويس قوي طيب. عشان سريعا ناخد رساله حضراتكم للجمهور واللاعبين اتفضل يا كابتن حشيش الجمهور طبعا زي ما اسامه قال من البدايه ان شاء الله يبقى مالي المدرجات بكره في استاد السلام تشجيع من الاول للاخر التركيز كله طبعا بكره على حماس اللاعبين وبالتالي اللعيبه برضو من البدايه رجوله وحماس مع هدوء اعصاب لان احنا قلنا الماتش لغايه اخر دقيقه ممكن يخلص وهدف زي اربعه المهم الثلاثه بونت مع الخبرات اللي موجوده بقى في الملعب اللي تهدي الناس يعني
كابتن عادل. يعني جمهورنا احنا بنثق فيه جدا، اللاعب رقم واحد اللي هو معلش دايما. معلش كابتن عادل، عايز برضو حضراتكم برضو وبعد ما كابتن عادل يخلص كابتن اسامه التشكيل بقى من وجهه نظركم. يعني اللي هو انا شايف يعني انه جمهور النادي الاهلي دائما هو اللاعب رقم واحد، هو اللي دايما بيحمسنا ودايما بيكسبنا ودايما بيرعب الفرق مننا، دي رقم واحد. اما لعيبه النادي الاهلي احنا بنثق فيهم جدا، الهدوء الاعصاب، ربنا هيكرم وهتكسبوا، انتوا امكانياتكم اعلى، احنا كافراد اكتر، ولكن هو الصبر دايما. المباريات اللي زي دي بتخلص بالفكر وليس بالحماس فقط. كابتن اسامه المباريات دي اللي بتعمل اسم لعيبه النادي الاهلي وتاريخك. لما يبقى في موقف صعب وبتظهر شخصيه اللعيب فيها، اللعيبه اللي بتدي في المباريات قبل كده 100% دي المباريات اللي المفروض ما تبخلش فيها بجهد. مباراة كبيرة قدام منافس كبير، افتكروا المباراة الأولى اللي كانت في تونس واحنا بنلعب حوالي 77 دقيقة وانت ناقص واحد، ما شاء الله راكب المباراة ومقدم مباراة كبيرة علشان تقدر تحضر نفسك ذهنيا للمباراة. المباراة مش فنيا بس، المباريات الكبيرة اللي زي دي بتبقى التحضير الذهني مهم جدا فيها، فافتكروا المباراة الأولى والأداء بتاعكم والروح القتالية اللي كانت موجودة في الملعب، وان شاء الله بكره يعني يكون التوفيق حليف النادي الاهلي بكره ان شاء الله. خلي التشكيل بكره بقى يا كابتن حشيش. خلي التشكيل بكره ولا سريع؟ انا عشان اسامه ما يزعلش. طيب خلي التشكيل بكره، اصل انا حاطط تشكيل غريب يعني. معلش خلينا بكره بقى وخلاص، احنا كلها كام ساعه ونرجع برده نشوف التشكيل مره ثانيه. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته غدا. بشكرك جدا يا كابتن حشيش، شكرا جزيلا يا كابتن عادل، شكرا جزيلا يا كابتن اسامه. يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي. زي ما قلنا لحضراتكم في البدايه، ننتظر بكره يوم كبير من جمهور النادي الاهلي كالعاده. انا مصمم على ان جمهور النادي الاهلي سوف يكون له الدور الاكبر طبعاً غدا في تحفيز اللاعبين، في زياده اصرار اللاعبين، ان بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، كل الاخبار اللي جايه لنا من المعسكر ان كل اللاعبين مركزين في شيء واحد فقط، اسعاد جمهور النادي الاهلي. وانا متاكد ان بكره من اول دقيقه لاخر دقيقه جمهور النادي الاهلي هيقف ورا لاعبته ورا لاعبيه ورا جهازه الفني لغايه اخر دقيقه. ان شاء الله بكره. عايز تقول حاجه يا استاذ؟ ان شاء الله. قلت لك هنا في اول مباراه نجم الساحلي خسرنا فيها، الاهلي هيصعد واول ان شاء الله. انا لسه ما زلت عند كلمتي برغم اللي حصل ده كله، النادي الاهلي ان شاء الله هيصعد في المجموعه وهيصعد اول كمان ان شاء الله. كل التوفيق ان شاء الله. بكره هننتظر حضراتكم وهننتظر ال 10,000 متفرج يكونوا متواجدين، ومؤازره كبيره جدا لجمهور لاعيبه النادي الاهلي من اول دقيقه لاخر دقيقه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله بكره هكون مع حضراتكم على الهواء مباشره ساعتين ما قبل المباراه، كل الكواليس وكل الاحداث من خلال وجودنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة، كل اللي بيحصل في فندق الإقامة كالعادة زي ما حضراتكم عارفين، كل اللي بيحصل في ملعب المباراة. غدا هكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة في تمام الساعة 7. أشكركم وكل التوفيق للنادي الأهلي بكرة في مباراته الهامة جدا ضد النجم الساحلي. أشكركم وإن شاء الله ألتقي مع حضراتكم بكرة.